طيب احنا كنا بدأنا الحصة اللي فاتت، قلنا الايه مالابسوربشن. مشغلين بنسكنه. قلنا مالابسوربشن تمام، وقلنا ابروتش كده مالابسوربشن لو الايتيولوجيكال ابروتش. قلنا في حاجات في اليومن، حاجات في البوردر الميوكوزا او الانتستاينال وول، الميوكوزا اللي عبارة عن فيلاي وكريبت، والفيلاي فيها مايكرو ستراكشر اسمها المايكرو فيلاي. الفيلاي والمايكرو فيلاي والكريبت ده بيزود الايه، بيزود الانتستاينال سيرفيس اريا فور absorption. طيب قلنا بعد ما نعدي اليومينال فاكتور ونعدي الميوكوزا الفاكتور، هنروح على البلود فيسل ونروح على الليمفاتكس اللي تاخدنا على الايه، على السيستميك سيركيوليشن. وطلعنا ان الكوزس اوف مال absorption نمره واحد في اليومينال كوزس، نمرة اتنين في حاجات في البراش بوردر، تمام، نمرة تلاتة الليمفاتكس، نمرة اربعة سيستميك ديزيزز، نمرة خمسة الايه الدراجز. تمام، اليومينال كوزس او الميوكوزا الكوزس او البراش بوردر، تمام، اللي احنا قلنا فيها المال ابزوربتيف ديزيزز اللي احنا هنتكلم عنهم واحد واحد. اللي احنا قلنا البراش بوردر او الميوكوزا الافكشن اللي بنقول عليه الامبيرد ابزوربشن، لان قلنا ان اليومينال فاكتورز mostly بتبقى involved in completing digestion، بعد كده يروح على الايه، على الانتستينال وول، يبدا موضوع الايه ترانسبورت from lumen into systemic circulation. فالimpaired absorption او الميوكوزل ده اللي فيه diseases that affect او diseases او malabsorptive disease، اللي هو عيان لما يجيلك بكرونيك ضيارية بفكر في اليومينال كوزس والميوكوزال كوزس. اللي احنا قلنا دي عنوان differential diagnosis of partial او total villus atrophy، partial او total villus atrophy. ويجي على راس القايمة بتاعت disorder celiac disease، celiac disease او تلاقيه مكتوب celiac pro، نمرة واحد. نمرة اتنين يجي الويبلز disease، نمرة تلاتة التروبيكال sprue، نمرة اربعة البكتيريال overgrowth، نمرة خمسة العينين اللي عندهم لاكتيز أو لاكتيز انسفشنسي أو اللاكتوز انتوليرنس. تمام، دي الموست امبورتنت كوزز اوف بارشال أو توتال فيلس اتروفي. كلهم بيعملوا نفس البيكتشر في الميكروسكوبيك اكزامينيشن، تمام، بس في حاجات سبيسيفيك لكل ديزيز. طيب وقلنا ان في جنرال clinical picture وجنرال investigation وجنرال line of treatment. يعني انا لو اتسألت سؤال كان زمان كده قال لك give an account on celiac disease، تمام، دلوقتي لا، ممكن يجيب لك مسألة فيها قصة المال absorption او celiac disease، تمام، ويقول لك ايه الدياجنوزس، ايه الديفرنشال دياجنوزس، ايه الكلينيكال او الاذر
clinical picture، يبقى يجيب لك حاجة أو اتنين أو تلاتة في المسألة ويقول لك كمل، فأنت تقسمهم كده حاجات general clinical picture موجودة في كل malabsorption. تمام؟ بعد كده ال specific to specific etiology للسيليك مثلا او للتروبيكال سبرو او للايه ويبنز. نفس الكلام في الانفستيجيشن، لما يجي يسالني عن الانفستيجيشن هتقول له جنرال انفستيجيشن لاي عيان عنده مال ابزوربشن وسبيسيفيك اكوردنج تو ايتيولوجي، سيليك ديزيز ليه مثلا سيرولوجي وسبيسيفيك بيكتشر في الايه في البيوبسي في الاندوسكوب. تمام، ده في الايه في الامتحان، وده اللي بيتعمل بالفعل في الايه في الشغل، ان في حاجات بيزك محدش بيحيد عنها يعني في الجنرال ايه الجنرال انفستيجيشن او الجنرال لاين اوف ايه اوف تريتمنت. طيب النهارده نمره واحد هنبدا بالايه، احنا المره اللي فاتت خدنا الايه الجنرال مانيفيستاشن يعني الايه العناوين الكبيره بتاع الجنرال كلينيكال بيكتشر، جنرال انفستيجيشن، جنرال لاين اوف تريتمنت. النهارده هناخد ديزيز اللي هو السيلياك ديزيز او اللي هو الاسم القديم بتاعه السبرو او الجلوتين سنسيتيف انتروباثي. جلوتين سنسيتيف انتروباثي. طيب سيلياك ديزيز، تعال ناخد القصه كده، احنا لما بناكل اي اكل بقى فيه بروتين، تمام، كلنا البروتين بيبقى دايجستد من اول الاميليز اللي موجود في السلايفا وبعد كده يدخل على الاستومك وبعد كده يكمل في السمول انتستين. تمام، البروتين ده بيطلع منه الايه الامينو اسيد خلاص اللي هتبقى ايه ابزوربد. طيب ده البني ادم الطبيعي ما بيحصلش اي مشاكل خالص. طيب في سبيسيفيك في ظروف معينه سواء كانت نمره واحد underlying اوتو اميون كونديشن، نمره اتنين او في underlying جينيتك او هيريديتري affection بيتحكم فيها حاجة اسمها HLA antigen الhuman leukocyte antigen. تمام، يبقى في abnormality في specific HLA antigen زي اللي هنا السيليك حاجة اسمها DQ2 وDQ8، تمام، فيخلي البني ادم اللي يبقى معرض للسبيسيفيك بروتين كونتنت اوف ذا دايت يحصل اوتو اميون ريسبونس. يعني كلنا بناكل القمح، كلنا بناكل الحاجات اللي فيها الايه اللي فيها الذره، ما بيحصل لناش اي مشاكل خالص، لا بيحصل اي جي اي تي بين ولا بيحصل دايريا ولا اني سكين راش ولا اي خلاص الدنيا بتعدي طبيعي. لا، في ناس تاكل القمح او تاكل اي حاجه داخل فيها القمح يحصل له مشاكل في الجي اي وبره الجي اي واكسترا انتستاينال زي ما هنقول دلوقتي، اما جي اي تي او اكسترا انتستاينال. ليه؟ نمره واحد لان العيان predisposed بسبيسيفيك abnormality في الهيومن leukocytic antigen. تمام، لو افتكرت ال HLA abnormality كفايه قوي، يعني لو افتكرت عليهم ال DQ2 وال DQ8 يعني الناس البوست جراديويت اللي معانا ال DQ2 وال DQ8 دي بتيجي MCQ. لا، الشباب بتوع سنه خمسه الحاجات دي ايه محدش بيسال فيها. ال DQ2 وال DQ8 ممكن تتسأل في الشفوي ايه الباثوجينيسيس او السيوري اللي تبين عليها السيليك، تقول له دي انفلاماتوري بروسيس، يبقى السيليك ده عباره عن انفلاماتوري، ذا ديفينيشن انفلاماتوري ديز اوردر او كونديشن اوف ذا سمول انتستين
any part of the small intestine, especially jejunum. The second part of duodenum. يبقى ده inflammatory disorder affecting small intestine, especially jejunum. نمرة اتنين, second part of the duodenum اللي احنا بنقول عليها proximal small intestine. تمام؟ inflammatory process دي بتحصل due to نمرة واحد autoimmune disorder. نمرة اتنين HLA abnormality اللي احنا قلنا من شوية اللي هي DQ2 والDQ8. طيب on exposure of the small intestine to specific protein called gluten. Called a gluten. يبقى الجلوتين هي عشان كده اسمها gluten sensitive enteropathy أو الجلوتين containing diet زي الذرة أو القمح الويت والري القمح الذرة آسف والإيه والويت اللي هو القمح والري الذرة والإيه والشعير. أول ما البني آدم ياكل حاجة من التلاتة دول especially الويت أو القمح يحصل له الإيه الكلينيكال بيكتشر اللي إحنا هنقول عليها كمان شوية اللي هو الجلوتين containing diet. عشان كده the main line of treatment في السيلياك ديزيز نمرة واحد جلوتين free diet. جميل. الجلوتين ده عبارة عن بروتين لما بيدخل جوه الانتستين تمام بيبقى digested to gliadin. يبقى الجلوتين بيتحول لجلايدين. الجلايدين ده عبارة عن برضو بروتين بس rich in amino acid glutamine. حلو. واحدة واحدة. يبقى الجلوتين بيتحول لجلايدين. الجلايدين rich in amino acid glutamine. تمام. الجلوتامين ده يشتغل عليه انزيم اسمه تيشو ترانس جلوتامينيز بيحوله لايه لجلوتاميك اسيد. جلوتاميك اسيد ده نيجاتيفلي تشارجد. المهم يبقى احنا عندنا الجلوتين بيتحول الجلايدين. الجلايدين ده rich in glutamine يشتغل على الجلايدين تيشو ترانس جلوتامينيز يطلع الجلوتامين يحوله لايه لجلوتاميك اسيد. الجلوتاميك اسيد ده اول ما يظهر التي سيلز تبقى اكتيف اجينست نيجاتيفلي تشارجد جلوتاميك اسيد. تي سيلز اللي هي اللوكال انتستينال تي سيلز لوكال انتستينال تي سيلز اللي هي نيجاتيفلي تشارجد تي سيلز بتبقى اكتيف. النيجاتيفلي تشارجد جلايدين بياكتيفيت الانتستينال اللوكال انتستينال ايه تي سيلز استيمولييت الاميون ريسبونس يطلع لي انتي بوديز ودي الايه ومن هنا يبدا الانتي بودي تاتاك كل اللي حواليها تاتاك الجلوتامين اسف تاتاك التيشو ترانس جلوتامينيز فنقول عليها ايه انتي تيشو ترانس جلوتامينيز انتي بودي لا وتاتاك الجلايدين نفسه فنقول عليها انتي
جلايدين. ويا ريت هتقف عند كده بس، دي تدخل كمان على الانتستاينال كونتنت اللي هي الانتستاينال مصل، الاندوميزيال مصل في السب ميوكوزا السمول انتستين، فتدينا كمان الانتي اندوميزيال انتي بودي. نرجع، يبقى انا عندي الجلوتين كونتنت اوف ذا دايت، بيبقى الدايت دايجست تطلع لي جلايدين. الجلايدين ده ريتش ان جلوتامين، كله بدا بالجي، جلوتامين امينو اسيد يشتغل عليه انزيم تيشو ترانس جلوتامينيز يطلع لي جلوتاميك اسيد. تمام، جلوتاميك اسيد ده انجوريوس للسمول انتستين او بياكتيفيت الانتستينال لوكال انتستينال تي سيلز، طلع لي انتي بودي اجينست. الانزيم اللي بيطلع الجلوتاميك اسيد من الجلوتامين اللي هو التيشو ترانس جلوتامينيز، هنقول عليها انتي تيشو ترانس جلوتامينيز. طيب، وياتاك الجلايدين نفسه فيعمل لي انتي جلايدين انتي بودي، ويدخل على السمول انتستينال على السمول انتستين كمان فيعمل لي الانتي اندوميزيال انتي اندوميزيال ايه انتي بودي. تمام، طيب، فكل ده في الاخر يعمل لي دامج تو انتستينال ميكوزا، يعمل لي مال ابزوربشن، يعمل لي مال ابزوربشن. يبقى ده الباثوجينيسيس. يبقى قلنا الديفينيشن ده عباره عن انفلاماتوري ديز اوردر اوف سمول انتستين سبيشالي السايت الجوجينم او سكند بارت اوف ذا ديودينم بروكسيمال سمول انتستين. لا، ده في السيفير كونديشن بيبقى اسمه بان انتستينال ديزيز، بان انتستينال ديزيز. ليه انا بقول لك الكلام ده؟ لان انت ممكن تلاقي في مساله بتحلها تبقى عباره عن الدايجنوز بتاع سيليك ديزيز، تلاقي عنده مال ابزوربشن للاير، مال ابزوربشن للفوليك اسيد، مال ابزوربشن ايفن تو بي 12. تعال اقول لك ان الابزوربشن اوف ايرن اند فوليك اسيد بيحصل ان ذا سيم بارت اوف سمول انتستين اللي هو البروكسيمال سمول انتستين. عشان كده التيبيكال برزنتيشن اوف سيليك ديزيز، نمره واحد مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا ديو تو ايرن ديفيشنسي انيميا، نمره اثنين فوليك اسيد ديفيشنسي. طيب، في السيفير كونديشن بينفولف كل السمول انتستين، فبيتقال عليه السيليك ديزيز السيفير سيليك pan intestinal disease، ياخد الجيجينم الديودينم up to terminal ileum، فكمان يأفكت الايه الابزوربشن اوف بي 12. تمام، ده في السيفير. انما التيبيكال presentation affection of the proximal small intestine، والproximal small intestine the site of absorption of iron and folic acid. خد بالك ان السيليك ديزيز ممكن يجي لي بس بمانيفستيشن اوف ايرن ديفيشنسي انيميا، ايزوليتد ايرن ديفيشنسي. 50% اوف كيسز اوف سيليك ديزيز بتيجي بايزوليتد ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني ايرن ديفيشنسي انيميا وزاود دايريا، ايرن ديفيشنسي انيميا وزاود ايه وزاود دايريا. يبقى ده الديفينيشن، انفلاماتوري ديز اوردر اوف سمول انتستين سبيشالي الجيجينم اند سكند بارت اوف ذا ديودينم للبروكسيمال سمول انتستين due to نمرة واحد associated أو autoimmune disease، نمرة اثنين HLA abnormality The pathogenesis on exposure of small intestine to gluten، يطلع منه اللي بيطلع منه الجلايدين. الجلايدين اللي rich in glutamine amino acid، الجلوتامين بيبقى exposed to tissue transglutaminase فيطلع لي الجلوتاميك acid، وده injurious للسمول انتستين، بيعمل stimulation للlocal intestinal T cells. لما تبقى stimulated intestinal T cells دي immune cells، معناها ان احنا عملنا stimulation للimmune system او الimmune response، فيديني الايه T cell لما تبقى activated بتactivate ال B cells. تمام، فيطلع لي بقى الايه الانتيبودي للانتي تيشو ترانسجلوتامينيز والانتي اندوميزيال والانتي جلايدين انتي بودي. ده في الاخر يعمل لي دامج تو ذا انتستينال ميكوزا، يعمل لي المال ابزوربشن، يعمل الايه المال ابزوربشن.
طيب ده معناه ان احنا في ستيميوليشن للاميون سيستم، تي سيل والبي سيل، وقلنا ان في اندرلاينج اتش ال اي ابنورماليتي. نمره 2 اوتو اميون ديز اوردر، في اكتيفيشن للاميون سيستم. عشان كده تاخد بالك دايما عيانين سيليك ديزيز معاهم اذر اوتو اميون ديز اوردر زي تايب 1 دايابيتس. نمره 1. نمره 2 اوتو اميون هيباتيتس. نمره 3 يبقى تايب 1 دايابيتس اوتو اميون هيباتيتس سيستميك لوبس اريزماتوزس. اي اوتو اميون ليه؟ لان الاوتو اميون one of the theories of a of celiac disease, one of the theories of a celiac disease. تمام؟ يبقى في stimulation لل T cell stimulation لل B cell due to the underlying HLA abnormality. نمرة واحد. نمرة اتنين autoimmune disorder. عشان كده other autoimmune disease may be associated with celiac disease زي type 1 diabetes, autoimmune hepatitis او systemic lupus او الجوجرين syndrome او autoimmune thyroid disease او autoimmune thyroiditis. جميل. طيب يعني السيلياك ديزيز ممكن يجي لي بدايريا، صح، انتستاينال مانيفستيشن، كل المانيفستيشن بتاعت ايه؟ بتاعت المال ابزوربشن، مش هنختلف فيها، دايريا وستاتوريا والجنرال نون سبيسيفيك زي الفاتيج واللوس اوف ويت والايزي فاتيجابيلتي، كله صح. طيب زائد حاجات سبيسيفيك للسيليك زائد اذر اوتو اميون ديز اوردر اللي بنتسال فيها سؤال اسمها الاكسترا انتستاينال مانيفستيشن اوف سيليك ديزيز اللي هي الاذر autoimmune disease. ليه؟ لأن السيلياك ديزيز ممكن يبدأ الأول بدايرية وبعد كده تبدأ تظهر معايا الأذر autoimmune disorder. السيلياك ديزيز ممكن يبدأ معايا بالisolated iron deficiency anemia بعد كده تبدأ تظهر المانيفستيشن اوف malabsorption اللي هي الدايرية وبعد كده الautoimmune disease. يعني بيبقى فيه ايه؟ الترتيب بتاعهم in parallel. تمام؟ يبقوا ايه؟ ممكن يجوا in parallel مع بعض، تمام، او ممكن يجوا ايه serial كل واحد ورا الايه ورا التاني. يعني ممكن عيان يجي لك بالسيليك ديزيز ومعاه او المال ابزوربشن ومعاه الايه الاوتو اميون هيباتايتس او الاوتو اميون ثايرويدايتس. اول عيان يجي لك الاول بسيليك بعد كده يبدا ديفلوب اوتو اميون هيباتايتس او اوتو اميون ايه ثايرويدايتس او سيستميك ايه سيستميك لوبس، او العكس العيان سيستميك لوبس او اوتو اميون ثايرويدايتس بعد كده بدا يدخل في ايرن ديفيشنسي انيميا بعد كده بدا يدخل في الايه في المال ابزوربتيف بيكتشر اوف سيلياك ديزيز. جميل، اتضحت الصوره. نمره واحد الديفينيشن انفلاماتوري بروسيس ديو تو اندرلاينج اوتو اميون ديزيز افكتنج البروكسيمال بارت of small intestine. نمرة واحد due to HLA abnormality. نمرة اتنين autoimmune theory أو autoimmune disorder. نمرة اتنين pathogenesis عند الجلوتين يطلع منه الجلايدين يطلع منه الجلوتامين يشتغل عليه التيشو ترانس جلوتامينيز يديني negatively charged glutamic acid stimulate T cell and B cell يطلع لي الانتيبادي antibody against الانزيم نفسه التيشو ترانسجلوتامينيز بنقول عليه انتي تيشو ترانسجلوتامينيز. نمره واحد. نمره اثنين antibody against ال endomycial part of small intestine فيديك انتي endomycial antibody. نمره ثلاثة antibody against gliadin itself يديني الانتي gliadin antibody يعمل لي تيشو انجري او ميكوزال دامج يعمل مال absorption. حلو، تعال اقول لك ان السمول انتستين والريسبيراتوري تراكت ريتش
الاميونوجلوبولين A. تمام. طيب العيان اللي عنده كرونيك دايريا ده المال ابزوربشن، كرونيك دايريا المال ابزوربشن بيبقى فيه ديفيشنسي في الاميونوجلوبولينز، تمام، وبالتالي يبقى معاهم ديفيشنسي في الاميونوجلوبولين اي. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان الانتي بودي اللي بتطلع اجينست التيشو ترانس جلوتامينيز والانتي بودي اللي بتطلع اجينست الجلايادين والانتي بودي اللي بتطلع اجينست الاندوميزيل بارت اوف ذا انتستين عبارة عن اميونوجلوبولين اي فراكشن اللي في السمول انتستين. يبقى الانتي بودي اللي بتطلع اجينست الحاجات اللي احنا قلناها التيشو ترانس جلوتامينيز والجلايدين والاندوميسيل عباره عن اي جي اي. انا بقول لك الكلام ده ليه؟ لان العيان اللي عندهم العيانين اللي عندهم لونج تيرم كرونيك دايري بيبقى عندهم اميونوجلوبولين ديفيشنسي، وبالتالي بيبقى عندهم اميونوجلوبولين اي deficient، وبالتالي بيبقى عندهم الاميونوجلوبولين A fraction deficient. الله، يعني ممكن العيان يبقى celiac disease ونيجاتيف IgA anti جلايادين anti endomycin anti tissue transglutaminase. ايوه، امتى؟ لو التوتال اي جي اي قليل بالتالي الفراكشن بارت اوف اي جي اي هيبقى قليل. عشان كده في الانفستيجيشن قبل ما تعمل الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز اي جي اي والانتي جلايادين اي جي اي والانتي اندوميسيل Antibody IgA لازم تعمل التوتال IgA الأول. ليه؟ لأن العيان لو توتال IgA deficient يبقى أنت استحالة دول هيبقوا positive. فنمرة واحد في الانفستيجيشن ليه يا جماعة الـ IgA؟ لأن الـ IgA rich في الإيه؟ في الـ small intestine وفي الـ respiratory system. تمام؟ فالتوتال اي جي اي لو هو ديفيشنت بسبب الكرونيك مال ابزوربشن او الكرونيك دايريا او اللونج تيرم دايريا او اللونج تيرم مال ابزوربشن بيبقى فيه بروتين مال ابزوربشن. الاي جي اي ده الاميونوجلوبولين ده فراكشن من البروتين بيتصنع من الاي بروتين. تمام، لو في توتال اميونوجلوبولين ديفيشنسي لو الاي جي اي ديفيشنت وبالتالي الفراكشن اي جي اي سبيسيفيك للتيشو ترانس جلوتامينيز او الفراكشن اي جي اي سبيسيفيك للانتي جلايادين او الفراكشن اي جي اي سبيسيفيك للاندي اندومايزيل هيبقوا نيجاتيف. فانت ممكن تقول خلاص ما عنديش سيلياك. لا، خد بالك، انت لازم تعمل التوتال اي جي اي الاول. لو نورمال اعمل بقى السبيسيفيك اللي احنا قلنا عليه من شويه. طيب لو نيجاتيف، لو اب نورمال، لو اصلا التوتال اي جي اي قليل، يبقى انت كده الـ IgA fraction هتلاقيه نيجاتيف. فانت تدخل للخط الثاني اللي هو الانتي اندوميسيل الانتي تيشو ترانس جلوتامينيز والانتي اندوميسيل والانتي جلايدين IgG. يبقى نمره واحد في الانفستيجيشن لما نيجي يقول لك الانفستيجيشن ما انا هقول ايوه لو مفيش انتي بودي يبقى كده مفيش ديزيز. ايوه صح، احنا خد بالك بنتكلم على عيان عنده لونج تيرم، يعني اصلا عيان عنده تيشو انجري او عنده ميكوزال دامج. يعني لو انا جبت العيان ايرلي وعملت له الانتي بودي هتبقى بوزيتيف قبل ما يحصل كرونيك دايريا، بقى له مثلا 6 شهور ولا سنه عنده كرونيك دايريا، وبالتالي الاي جي اي قليل او الاميونوجلوبولين قليل. ده احنا بنتكلم على عيان
late أو advanced تمام؟ إنما لو عيان جاي لك early يعني مثلا في عيانين يعني بيبقى مثلا commonly middle aged female جاي لك بإيه ب isolated deficiency iron deficiency anemia. أول ما يجي لك عيان من differential diagnosis لل causes of iron deficiency anemia غير ال blood loss malabsorption. Malabsorption نمرة واحد celiac لأن celiac بيأفكت ال proximal part of small intestine the site of absorption. ده early فأنا وقتها لما أعمل ال IgA هلاقيه positive لأن العيان لسه ما جاليش بال complete tissue damage الأيرن ويعمل لي chronic diarrhea أو chronic long term diarrhea وبالتالي يحصل immunoglobulin decrease. إنما العيان جاي لك بقاله سنة عنده chronic diarrhea يعني العيان بالأول بدأ بمراحل الديزيز اتعرض للجلايدين طلع له antibodies عملت tissue injury عملت mucosal damage دخل في الكرونيك ايه كرونيك دايريا فهو جاي لك بعد سنه ولا بعد سنه ونص يا دكتور انا عندي او لست شهور انا عندي سيفير دايريا بقى لها ست شهور تمام ست شهور دايريا والتوتال بروتين قليل وبالتالي اميونوجلوبولين قليل ليه لانه بدا في الاول بالتيشو دامج كان في الاول عنده انتي بودي بوزيتيف تمام بس مع الوقت الاميونوجلوبولين ايه توتال اميونوجلوبولين بدا يقل وبالتالي الفراكشن اميونوجلوبولين بدا يقل بس التيشو دامج كان حصل خلاص او الانتستاينال دامج او الميكوزال دامج كان حصل تمام يعني دلوقتي لو العيان جاي لك في الاول هتلاقي الايه الانتي بودي بوزيتيف لو العيان جاي لك في المتاخر شويه بقى له 6 شهور ولا سنه عنده كرونيك دايريا لا هتلاقي الانتي بودي ايه هتلاقي انتي بودي نيجاتيف جميل طيب يبقى العيان دلوقتي جاي لي انا شاكك في سيليك عيان عنده كرونيك دايريا فبعمل التوتال توتال اي جي لقيته نورمال خلاص يبقى ادخل على السبيسيفيك لو الانتي تيشو والانتي اندومايزيال والانتي بلايدين لا لقيته ديكريزد او ابسنت او لو ليفل يبقى اعملت انتي تيشو صح والانتي اندومايزيال صح والانتي جلايدين صح بس اعمل الاي جي جي طب ليه ما بعملش الاي جي جي من الاول ليه بقى لان للاسف الاي جي جي وانس بوزيتيف اولوز بوزيتيف يعني ايه وانس بوزيتيف اولوز بوزيتيف نوت جود فور فولو اب بيشنت ريسبونس تو الجلوتين فري دايت يعني الانتي تيشو ترانس جلوتين اي جي جي والانتي جلايدين اي جي جي والانتي اندومايزيل اي جي جي وانس بوزيتيف اولوز بوزيتيف انما الاي جي اي لما العيان بيبقى فري فروم جلوتامين اللي هي الجلوتامين اسف الجلوتين فري دايت الاي جي جي لو الفراكشن انتي تيشو ترانس بالليفل بتاعه بيقل عشان كده ده جود فور فولو اب جميل يبقى احنا بنبدا بالتوتال نورمال ادخل على السبيسيفيك اي جي لا مفيش توتال اي جي ديفيشنت يبقى ادخل على الاي جي جي بس عيبه ان انا ما بعرفش اتابع العيان بيه تمام وقتها بحتاج اتابع العيان بالتيشو بيكتشر بتاعت الايه الاندوسكوب اندوسكوبك ايه بيكتشر طيب العيان جاي لك بكرونيك دايريا وبيكتشر وعنده مال ابزوربشن بقى للايرن ومال ابزوربشن للكالسيوم ودخل في اوستيوماليشيا واوستيوبروزس وشخصته سيلياك بالسيرولوجي اللي احنا قلنا عليه من شويه اللي هم الثلاثه انتي بودي وخد بالك لو اتسالت في الامتحان تقول الترتيب اللي احنا قلناه توتال نورمال يبقى اعمل سبيسيفيك انتي تيشو انتي تي تي جي لو التيشو ترانس جلوتامينيز والانتي جلايدين انتي بودي والانتي اندومايزيل انتي بودي الاي جي اي طيب لو الاي جي اي توتال افكتد يبقى اعمل الاي جي اي يقول لك الفرق الاي جي اي بعرف استخدمه في الفولو اب انما الاي جي جي ما بعرفش استخدمه في الفولو اب نمره واحد السيرولوجي نمره اثنين الاندوسكوبي اندوسكوبي بس لا لازم بايوبسي لان الاندوسكوبي هيقول لي في اتروفي اوف سمول انتستين سواء كان بارشال او توتال هيقول لك بيكتشر اوف اتروفيد مايكوزا
إنما الانتستينال بايوبسي فيها ثلاث حاجات مهمة جدا في السمو في السيلياك ديزيز. احنا قلنا اتفقنا ان السيلياك التروبيكال سبرو الويبلز ديزيز بيجوا بنفس الايه بنفس البيكتشر توتال او بارشال فيلس اتروفي، بس البايوبسي بيختلف شويه. يعني الاندوسكوبيك بيكتشر قالت لك بارشال او توتال او اتروفيد ميكوزال covering of small intestine. اخذنا بايوبسي، نستنى البايوبسي بيقول لي فيها ثلاث حاجات. الميوكوزا الاتروفي دي كلمه عامه، تمام. ندخل بقى على الميوكوزا، هيقول لك اتروفي او ابسنس للايه للفيلاي، اتروفيد فيلاي فيلس اتروفي، ماشي. ايه تاني؟ طيب حصل فيلس اتروفي، ما هو برده خد بالك السمول انتستين عايز تحافظ على نفسها بالايه بانكريزنج السيرفيس اريا. فلما يحصل فيلس ديل فيلاي فيلس اتروفي بيحصل كريبت هايبر بليزيا، يديني كريبت هايبر بليزيا فيلس اتروفي توتال او بارشال. نمره واحد. نمره اثنين كريبت هايبر بليزيا. نمره ثلاثه خد بالك دي كرونيك كونديشن، فبيحصل انفلتريشن اوف ذا سمول انتستين بكرونيك انفلاماتوري سيلز سبيشيالي ليمفوسايتس، بس الانفلتريشن بيبقى ليميتد تو لامينا بروبريا. يبقى ليمفوسايتس لامينا بروبريا، ليمفوسايتس لامينا بروبريا، يبقى انفلتريشن بكرونيك انفلاماتوري سيلز سبيشيالي ليمفوسايتس ويبقى ليميتد لللامينا بروبريا اوف سمول انتست. يبقى عندي ثلاث حاجات في البيوبسي، فيلس اتروفي ده عارفينه، نمره 2 كريبت هايبربليزيا، نمره 3 infiltration of small intestine by chronic non-specific inflammatory cells specially lymphocytes limited to or related to lamina lamina propria of a of small intestine. طيب تعال نرتب الافكار اللي احنا قلناها. نمره واحد قلنا الديفينيشن، نمره اثنين قلنا الباثوجينيسيس، تمام. نمرة ثلاثة الكلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر الجنرال نون سبيسيفيك، تمام، اللي هي العيان عنده ويكنس وفاتيج ولوس اوف ويت. طيب السبيسيفيك اللي احنا قلناه او الايه اللي هي بسبب الايه المال ابزوربشن of substance، الحاجات لسه موجودة في الايه في الانتستين، زي يعمل لي دايري اللي هي الاوزموتيك دايري، ويعمل لي استياتوري من الابزوربشن للفات، تمام، ويعمل لي ابدومينال بين، وفي اوديبل انتستينال ساوند اللي احنا قلنا عليه البور بريجماي. حلو. طيب specific according to electrolyte ومينرال، زي الايرن يعمل لي ايرن ديفيشنسي انيميا، زي الكالسيوم والفيتامين دي يعمل لي اوستيوماليشيا اب تو اوستيوبوروزس. جميل. طيب بس لما تقول ايرن ديفيشنسي انيميا خد بالك تقول جنبها كلمه كده one of the common presentation. هي موجوده في كل العيانين اللي عندهم مال ابزوربشن، بس ايه one of the common presentation للعيان السيليك ديزيز. زي ما قلنا من شويه 50% من العيانين ممكن من السيليك يجي لك بس بايزوليتد ايرن ديفيشنسي انيميا. يعني ايه ايزوليت ايرن ديفيشنسي انيميا؟ ويزاود دايري، تمام. واحنا قلنا المره اللي فاتت مش كل الكلينيكال بيكتشر لازم تبقى موجوده، يعني مش العيان لازم يجي لك بالفول بلون بيكتشر الا لو جاي لك ليت. خلاص بقى عنده بروتين مال ابزوربشن، كربوهيدرات مال ابزوربشن، عنده فات مال ابزوربشن، وعنده الايرن والفيتامين دي والفيتامين كي وكل حاجه، فجاي لك بكل انما ممكن في الاول بس يجي لك بايزوليتد ايرن ديفيشنسي انيميا، تمام. انما انا في الامتحان لازم اكتب ايه؟ لازم اكتب كل الحاجات دي.
تمام. طيب يبقى دي الانتستينال مانيفستيشن للسيليك ديزيز زيها زي اي مال ابزوربتيف ديزيز، بس هنزود عليها كلمه عشان تبقى مفتاح في المساله، ان السيليك ديزيز اكتر او هاز ا فيميل بريدومينانس. زي ما قلنا من في الاول، عينه فيميل يوجوالي بتبقى هو بيبقى افكت اني ايج بس كومنلي في الانفانسي، بيبدا من الاول كده، او ممكن يبان اكتر في الميدل ايج. فيميل انفانسي او ميدل ايج فيميل، وجاي لك وجايب ايزوليتد ايرن في عينه كانت جاي كده ايزوليتد ايرن ديفيشنسي انيميا ومعاها سيال ادينيتس، تمام، انفلاميشن في السليفري، في السليفري جلاند عامل لها دراي ماوث، اللي هو الايه جوجرن سندروم زي ما قلنا، او جوجرن ديزيز زي ما قلنا من شويه، ده اوتو اميون ديزيز. تمام، سحبنا الانتي بودي طلعت الحين ما كانش عليها ضياريه، اونلي ايزوليتد ايرن ديفيشنسي انيميا. ميدل ايج او انفانسي فيميل انفنت او ميدل ايج، ممكن تجي لك بالفول بلون بيكتشر كرونيك دايريا وكل الكومبليكيشن، او تجي لك بس بالايرن ديفيشنسي انيميا زائد اذر اوتو اميون ديزيز، زائد اذر اوتو اميون ديزيز. يعني الكلينيكال بيكتشر بتاع عين السيليك زي ما قلنا من شويه بنحطها في الانتستاينال مانيفستيشن اللي هي كومن مع اي مال ابزوربتيف ديزيز انتستاينال، تمام، نمرة 2 اكسترا انستاينال، ودي مهمة جدا لانها بتبقى ايه، ممكن يقول لك ايه الاذر مانيفستيشن اوف سيليك، او يجي بنفس السؤال بنفس الاجابة اكسترا انستاينال، او يجي يقول لك associated medical disorder والسيليك ديزيز. ودي مهمة كمان وانت بتاخد history تسأل عليها في الهيستوري في عيان جاي لك بالكرونيك دايريا. يبقى هي الاكسترا انتستاينال نمرة واحد في السكن، ودي مهمة جدا، وبتيجي ام سي كيو حاجة اسمها ديرماتيتس هيربيتيفورمز. ديرماتيتس هيربيتيفورمز يجي يقول لك العيان ان انا عندي اكستنسيف اتشي راش ده ممكن يبقى فيزيكال او بابيول او الاثنين مع بعض، بابيولو فيزيكولر، وهنشوف عليها صوره في اخر اليوم. فيزيكولر او بابيولر او بابيولو فيزيك، اهم حاجه ان هو اتشي راش نمره واحد. نمرة اثنين على الاكستنسور سيرفس، يعني مثلا هتلاقيها على الالبوز، على النيز، على البطوكس، دي الكومن سايد، البوز نيز بطوكس. يبقى نمرة واحد درماتايتس هيربيتيفورم، خد بالك الدرماتايتس هيربيتيفورمز ده ممكن يجي لوحده ايزوليتد، يعني لو جالك عيان بوصف الدرماتيتس اتشي راش فيزيكولر او بابيولر او بابيولو فيزيكولر وعلى الاكستنسور سيرفيس الالبو او النيز او الباتوكس وما معهوش انتستاينال افكشن، لا يو شود فولو ذا بيشنت، لان العيان غالبا في وقت من الاوقات هيديفلوب سيليك ديزيز، او عيان السيليك ديزيز تمام لو ما جابلكش سيره الاكستنس السكين راش يو ماست اسك ذا بيشنت، عندك اي سكن ليجن او طفحه على الجلد في الاماكن اللي احنا قلنا عليها الالبو والني والايه والباتوكس. ده قال لك كمان لما بناخد بايوبسي من الليجنز الفيزيكولر او البابيولر او البابيولو فيزيكولر، قال لك بنلاقي في الهيستولوجيك اكزامينيشن او في البايوبسي في اي جي اي ديبوزيشن، الله، معناها ان هي اي جي انتي بودي اجينست الايه السكن، اي جي اي ديبوزيشن.
حلو، يبقى ما ننساش الديرماتيتس هيربيتيفورمز، ده سؤال ام اس كيو. skin manifestation او skin disease associated مع celiac disease، نمره واحد الديرماتيتس هيربيتيفورمز، ديرماتيتس هيربيتيفورمز. نمره اثنين من الاكسترا انتستينال ديزيز، زي ما قلنا من شويه تايب 1 دايابيتس، ده اوتو اميون ديزيز، تايب 1 دايابيتس ميليتس، ماشي. ايه تاني؟ اوتو اميون هيباتيتس، تلاقي العيان عنده كرونيك دايريا ومعاه اليفيتد اي ال تي واي اس تي، اليفيتد ليفر ليفر انزيمز. نمره اثنين اوتو اميون ثايرويد ديزيز، اوتو اميون ثايرويدايتس، تمام. نمره ثلاثه الجوجرن ديزيز، جوجرن ديزيز او ايه جوجرن سيندروم، جميل. يبقى دي الايه الاكسترا انتستينال او الاذر ديزيزز ميديكال ديز اوردر اسوشيتد مع الايه. طيب ممكن دي حته دي كبيره عليكم بس مهمه لشباب الايه البوست جراديويت. عيان السيلياك ديزيز بيجي بحاجه اسمها اوتو اميون هايبو سبلينيزم، اوتو اميون هايبو سبلينيزم، تمام. اب تو ان العيان في الالترا ساوند تلاقي عنده سبلينيك اتروفي او سمول سايزد سبلين، تمام. دي من الكوزز اوف هايبوسبلينيزم، زي ما في تروماتيك هايبوسبلينيزم او العيان عمل حادث فشال السبلين، في اوتو اميون هايبوسبلينيزم السيكل سيل ديزيز يعمل سبلينيك انفاركشن يدخلك في الهايبوسبلينيزم، الليمفو بروليفرتيف ديز اوردر يعمل لك سبلينيك انفاركشن يدخل في الهايبوسبلينيزم. من الاسباب بتاعت الهايبوسبلينيزم الاوتو اميون هايبوسبلينيزم، الموست كومن كوز اوف اوتو اميون هايبوسبلينيزم سيلياك ديز اوردر او سيلياك ديزيز او سيلياك سبروك، فيدخل العيان في الانفكشن بالانكابسوليتد اورجانيزم، وده هنقوله في الايه في الهيماتولوجي عشان الايميوناي ناخد فكره عن الايميونايزيشن اجينست انكابسوليتد اورجانيزم في العيانين اللي عندهم هايبوسبلينيزم او اللي عملنا لهم سبلينكتومي. يبقى السيلياك ديزيز ممكن تلاقي العيان بيجي له مننجايتس، ليه يا عم مننجوكوكال، ليه مننجوكوكال؟ لان العيان عنده اوتو اميون هايبوسبلينيزم. نرجع تاني ونقول الاكسترا انتستينال مانيفستيشن، ماشي، او الاذر مانيفستيشن اوف سيلياك ديزيز، ماشي، او associated medical disorder والسيلياك ديزيز. نمره واحد الديرماتيتس هيربيتيفورمز، اتشي سكين راش، بابيولر او فيزيكولر او بابيولو فيزيكولر اكستنسور سيرفيس عند الالبوز او النيز او الباتوكس. نمره ثلاثة الباثولوجي اي جي اي ديبوزيشن. نمره اثنين تايب 1 دايابيتس. نمره 3 اوتو اميون هيبوتايتس، تلاقي العيان عنده كرونيك دايريا وايرن افشنسي انيميا ومعاه اليفيتد اي ال تي اند اس تي. نمره 4 او 3 اوتو اميون ثايرويدايتس، الجوجرن سيندروم، ممكن يبقى معاه اسوشيتد اوتو اميون مايوباسي او مصل ايه مايوسايتس، يعني ديك نيورولوجيكال ديز اوردر او ايه او مصل ويكنس، تمام. ما ننساش خاصة في البوست جراديوت اوتو اميون هايبوسبلينيزم، اوتو اميون هايبوسبلينيزم، عشان ما تستغربش لو لقيت عيان سيلياك ديزيز بيجيلك بريكارنت بيجيلك بالمننجوكوكال او مننجايتس بسبب المننجوكوكال انفكشن، لان العيانين دول بيبقى عندهم ايه هايبوسبلينيزم، فيبقى في هاي انسيدنس اوف انفكشن باي الانكابسوليتد اورجانيزم. طيب يبقى احنا كده قلنا الكلينيكال بيكتشر، ندخل بقى على الانفستيجيشن. احنا قلنا الانفستيجيشن حاجات جنرال، احنا قلنا المره اللي فاتت فات مال ابزوربشن، كربوهيدرات مال ابزوربشن، او بروتين مال ابزوربشن. في حاجات بقى سبيسيفيك للايه للسيلياك، زي حاجتين السيرولوجي، هم حاجتين بس السيرولوجي والاندوسكوبي. وفي السيرولوجي قلنا التوتال اي جي اي لو نورمال بنعمل الانتي
TTG tissue transglutaminase او الانتي جلايادين انتي بودي او الانتي اندوميزيال انتي بودي. تمام, دول عباره عن الاي. لو الاي جي اي نورمال يبقى نعمل الفراكشن اي جي اي, لو الاي جي اي لو يبقى نعمل الاي جي جي, وتقول لي ان الاي جي جي نوت جود فور فولو اب لانه وانس بوزيتيف اولوز بوزيتيف. تمام, نمره 2 الاندوسكوبي. اندوسكوبي زائد بايوبسي, وتقول الثلاث حاجات اللي احنا قلناها في البايوبسي, ان هو في فيلس اتروفي سواء كان توتال او بارشال فيلس اتروفي. نمره 2 في كريبت هايبربليزيا, كريبت هايبربليزيا. نمره 3 في انفلتريشن اوف ذا انتستاينال ميوكوزا, small intestinal mucosa by chronic non-specific inflammatory cells especially lymphocytes, وبيبقى ايه limited او related to lamina propria of small intestine. تمام, طيب العيان دلوقتي التريتمنت بتاعه هتمشيه على الجلوتين free diet, ده الفيرست والسكند والثيرد وكل حاجه. يبقى الموست امبورتنت لاين اوف تريتمنت جلوتين فري دايت, الفولو اب بالسيرولوجي, تلاقي الانزيم ليفل بدا يتحسن, الانتي بودي ليفل. تمام, الاندوسكوبي مش لوحده دايجنوستيك, لا بلازم بيبقى يعني مجموع كل من نمرة 1 clinical picture, نمرة 2 السيرولوجي, نمرة 3 الاندوسكوبي. ده انا هقول لك على حاجة, ده ممكن السيرولوجي ما يبقاش كفاية وممكن الاندوسكوبي ما يبقاش كفاية والكلينيكال picture non specific, تقول لي بعدها ان انت تعمل للعيان trial بجلوتين فري دايت وتلاقي العيان اتحسن, خلاص يبقى انت ايه الديزيز اللي اتحسن على الجلوتين فري دايت؟ هو السيليا ديزيز. تمام, يبقى الجلوتين فري دايت لما تكتب في التريتمنت, احنا قلنا دايما التريتمنت بتاعنا بنقسمه ايه, فارماكولوجيك نون فارماكولوجيك سيرجري. الفارماكولوجيك ايه الفارماكولوجيك اللي هتضيف في العيان السيليك؟ ولا حاجة مبدئيا, المهم النون فارماكولوجيك اللي هو الجلوتين فري دايت. لا ما تكتبش كده وبس, ده تقول له كمان ان ريلابس اوف ذا ديزيز اوكر موستلي ديو تو نون كومبلاينس اوف ذا بيشنت ريجاردينج الجلوتين فري دايت. Relapse in gluten free diet is a relapse of the presentation of the disease. Relapse of the gluten free diet is a relapse. يبقى التريتمنت كله نون فارماكولوجيك. طيب الفارماكولوجيك, انا حد العيان دواء ما بنديش, ما فيش ادويه بتنفع في العيانين دول الا في حالتين. نبدا نمره 1 الكومبليكيشن اللي هي ايه, ان العيان دخل في انتستاينال ليمفوما, يبقى انت كده انت ما بتتعاملش مع سيليك, انت بتتعامل مع ايه, مع الليمفوما. نمره 1. نمره 2 some refractory cases you may add, خد بالك may add steroids or other immune suppressants زي الازاثيوبرين. يبقى احنا امتى بنحتاج الفارماكولوجيك؟ تمام, لما يبقى العيان عنده ليمفوما. تمام, دي كومبليكيشن, دي كومبليكيشن. خد بالك احنا ممكن نزودها الكلمه الليمفوما على الايه, على الاكسترا انتستاينال مانيفيستاشن للسيليك ديزيز. تحط لي بعد التايب 1 دايابيتس والاوتو امين هيباتايتس والاوتو امين ثايرويدايتس والجوجرن والاوتو امين هايبوسبرينيزم, تحط لي الكومبليكيشن انتستاينال ليمفوما, سمول انتستاينال ليمفوما, دي كومن كومبليكيشن للسيليك. ممكن تبقى ايه, هي انتستاينال بس ايه الباترن مختلف, يعني الباترن مختلف. لو قال لك الميديكال كونديشن اسوشيتد مع الايه, مع السيليك ديزيز الانتستاينال
ستاين الليمفوم. طيب هل في فارماكولوجيك تاني؟ اه ممكن ده نكتبه في الاول، ان انت تعمل سبورت للبيشنت بالنيوترينت زي الايرون زي الكالسيوم زي الفوليك اسيد زي البي 12 في السيفير. السيفير ايه؟ السيفير كونديشن. طيب امتى احتاج السيرجري؟ احتاج السيرجري دايما في الكومبليكيشن زي عيانين الايه الليمفوما، عيانين الليمفوما ممكن تعمل انتستاين الايه انتستاينال ريسكشن. وفي بعض السيلياك ديزيز سيفير سيلياك ديزيز بيعمل سيفير ألسر سيفير ألسريشن أب تو بليدنج، وقتها ممكن تحتاج إيه؟ تحتاج سيرجري، ودي فيري فيري رير. يبقى نقول التريتمنت، خد بالك انسى ده كله في التريتمنت بتاع السيلياك ديزيز، ما تنساش الكلمتين دول جلوتين فري دايت والريلابس دي تو ريلابس ان ذا دايت. جلوتين فري دايت والريلابس دي تو ريلابس ان ذا دايت. جلوتين فري دايت وريلابس دي تور دي دي بتيجي سؤال ام اس كيو. تمام. بعد كده الفارماكولوجيك نسيت يا عم الليمفوما ونسيت الريفراكتوري ستيرويد، افتكر بس الايه السبورتيف. سبورتيف ان العيان انيميك ايرن ديفيشنسي، بدي العيان ايرن، بدي العيان كالسيوم، بدي العيان فيتامين بي 12 في السيفير، بدي العيان الفوليك ايه الفوليك اسيد. تمام. وقلنا الفولو اب بيبقى بالسيرولوجي، وقلنا الايه انا هقول كلمتين اللي عايز يعرفهم يعرفهم، بس دول ايه مهمين في البوست جراديويت. السيمتوماتيك امبروفمنت بيحصل بعد 2 ويكس فروم جلوتين فري دايت. طيب ده السيمتوماتيك ايه improvement لو الكلينيكال بيكتشر يعني. طيب 3 months فما فوق، اكتر من 3 months بيحصل بقى الامبروفمنت في الايه في السيرولوجي، ويحصل امبروفمنت في الاندوسكوبي او الهيستولوجي 3 months. جميل، يعني افتكرتوها خير وبركه، ما نسيتوها ما فيهاش اي ما فيهاش مشكله. 3 months اكتر من 3 months، في ناس بتقول لك اب تو من 3 تو 1 year 12. السيرولوجي بيتحسن، والاندوسكوبي بيحصل بقى ترجع الفيلاي والمايكرو فيلاي، والهيستولوجي يبدا ايه يبدا يتحسن. سيمتوماتيك امبروفمنت بيتحسن بعد ايه افتر 2 weeks from beginning of the of gluten free diet of gluten free diet. تمام. جميل. دلوقتي لو العيان اتحسن على الجلوتين فري دايت والسيرولوجي اتحسن، محدش بيعمل الايه الاندوسكوبي. كان زمان انت بتتابع العيان بوث سيرولوجي اند اندوسكوبي، دلوقتي السيرولوجي بيتابع الاندوسكوبي نو نيد. لو العيان اتحسن خلاص، لو انا اتحسن كلينيكال كدايريا كاكسترا انتستاينال مانيفيستيشن، خلاص ده معناها ان الانتستاينال الميكوزا او ال ده ريسبونس للايه للجلوتين فري دايت. فانت تابع بالسيرولوجي، مش مهم الايه مش مهم الاندوسكوبي. تمام. بس في الامتحان لو قال لك الفولو اب بيبقى ازاي، نمره واحد كلينيكال، نمره اثنين سيرولوجي، نمره ثلاثه اندوسكوبي. الشغل نمره واحد كلينيكال، نمره اثنين سيرولوجي، نمره ثلاثه اندوسكوبي. الرول بدا يقل، الرول بتاع يعني تلاقي مكتوب كده يقول لك less commonly performed endoscopy as a follow up is less commonly performed. تمام. طيب لو العيان ما تحسنش لازم تعيد الاندوسكوبي. ليه؟ لانه ممكن يبقى develop complication للانتستاينال ليمفوم، انتستاينال ليمفوم، تضطر تعيد البيوبسي، لان انت كده ما بتدورش بس على ميكوزا السيلياك، انت بتدور على complicated سيلياك اللي هي الايه انتستاينال ليمفوم. يعني السيلياك ديزيز بيتجمع في العناوين دي، نمره واحد ديفينيشن، نمره اثنين الباثوجينيسيس، نمره ثلاثه الكلينيكال برزنتيشن، نمره اربعه الانفستيجيشن، نمره خمسه التريتمنت،
نمرة ستة الكمبليكيشن. كومبليكيشن قلنا الليمفوما انتستينال الليمفوما. نمرة اتنين في السيفير سيليك ممكن يعمل ألسر إن ذا سمول انتست. طيب ده الموست امبورتنت مال ابزوربتيف ديزيز. مفيش امتحان بيعدي من غير ام سي كيو. لا خد بالك مفيش حاله جايه بكرونيك دايريا الا يو ماست اكسكلود سيلياك ديزيز. لازم يعمل اندوسكوبي ويوصل لحد السكند بارت اوف سمول انتستين سكند بارت اوف ذا ديودينم وياخد مالتيبل بايوبسيز او ياخد بايوبسي عشان يشوف ايه يشوف السيلياك ديزيز. مفيش حد بكرونيك دايريا ما بيدورش على السيليك او مفيش حد بكرونيك دايريا didn't consider celiac. ما فيش حد بisolated iron deficiency anemia في middle aged أو young female زائد other autoimmune disease وينسى الايه وينسى celiac وينسى celiac. تمام يبقى ده نمرة واحد celiac disease. نمرة اتنين تعال نفتكر بس differential diagnosis partial أو total villus atrophy. نمرة واحد celiac disease أو celiac spro. نمرة اتنين tropical disease أو tropical spro. نمرة تلاتة Whipple's disease. نمرة اربعة البكتيريال overgrowth. نمرة خمسة لاكتيز أو لاكتوز انتوليرنس. تمام السيلياك التروبيكال الويبلز بيدوا نفس البيكتشر اوف بارشل أو توتال فيلس اتروفي في الايه في الاندوسكوبي بس السيلياك ديزيز يزيد عليه ايه كريبت هايبربليزيا وانفلتريشن باي نون سبيسيفيك انفلاماتوري سيلز سبيشيالي ليمفوسايتس related للامينة اللامينة بروبريا. ولو جاب لي الثلاث حاجات دول في المسألة أو في هيستوباثولوجي يبقى أنا كده mostly I deal with celiac disease. I deal with إيه؟ celiac disease. طيب تاني موضوع مهم كMCQ يعني نادرا لما بيجي عليه إيه مسألة. هو دلوقتي celiac هو المايسترو ما ينفعش اعدي السمول انتستين او ينفعش اعدي المال ابزوربشن من غير الايه سيليك والموضوع سهل وبسيط. نمره 2 التروبيكال سبرو من اسمه كده مال ابزوربشن بيبقى كومنلي في الايه في التروبيكال ارياز تروبيكال اريا حتى تلاقي مكتوب كده رير اوتسايد تروبيكال اريا. طيب diagnosis of tropical spro يساوي exclusion of celiac والويبل ديزيز او ويبلز ديزيز. يعني عملت السيرولوجي بتاع السيليك طلع نيجاتيف الاندوسكوبي والبيوبسي لقيت فيه partial او total villus atrophy بس مفيش باقي الايه باقي ال نفس الكلام الويبل ديزيز اخدت البيوبسي وعملت عليها السبيسيفيك ستين اللي هنقول عليها دلوقتي وطلعت مش موجوده يبقى احنا كده بنتكلم مينلي على تروبيكال سبرو. طيب نمره واحد نمره اتنين ايه تاني خليني افكر في تروبيكال سبرو غير نمره واحد ان هو في التروبيكال اريا نمره اتنين اكسكلوجن نمره تلاته ان العيان بيبقى عنده ايوه كرونيك دايريا مال ابزوربشن بس تلاقي دايما الفوليت هو الموستلي افكتد وده سؤال ام اس كيو الفوليت بيبقى هو الموستلي افكتد. طيب قالوا ان الثيوري في التروبيكال سبرو موستلي انفكتيف وقالوا ان الاورجانيزم مينلي الكليبسيلا
عشان كده هتلاقي التريتمنت تتراسايكلين بس لونج ديوريشن 6 مانس زائد فوليك اسيد. يبقى تروبيكال سبروت دايجنوزد باي اكسكلوجن نمره واحد. نمره اثنين يعني ايه؟ يعني تعالى اقول لك ان انت كونسيدر ذا بيشنت از سيليك من حقك، بس مشيت العيان على جلوتين فري دايت وستريكت جلوتين فري دايت والعيان نوت امبروف، الله، يبقى يو ماست ريفايز يور دايجنوزس. تمام؟ ليه؟ لان الباثولوجي may be the same as celiac disease. الباثولوجي اتروفي، ممكن هايبربلازيا، ممكن انفلتريشن، بس less common than celiac disease. بدات العيان celiac اللي هو الجلوتين فري دايت وما تحسنش، يبقى you should consider tropical sprue. لما تلاقي عيان celiac disease وcompliant على الجلوتين دايت تمام وما بيتحسنش، خد بالك من الدايجنوزس ليكون ايه؟ ليكون تروبيكال سبرو. التروبيكال سبرو كومنلي في التروبيكال اريا، وكومنلي بما معاه فوليت مالابسوربشن. في ثيوري بتقول ان هو في اندرلاينج انفكتيف باثولوجي زي الكليبسيلا اورجانيزم، والتريتمنت بيبقى ايه؟ تتراسايكلين فور 6 مانس. 6 مانس تتراسايكلين لونج ديوريشن فور ايه؟ فور 6 مانس. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه. طيب يبقى قلنا السيليك تروبيكال سبرو، السيليك تروبيكال سبرو، الكلمتين اللي احنا قلناهم اكسكلوجن تروبيكال اريا فوليت تتراسايكلين فور 6 مانس سيليك ديزيز او سيليك از ا دايجنوزس نوت ريسبوندينج تو جلوتين فري دايت يو شود كونسيدر تروبيكال سبرو. طيب ندخل على الويبلز ديزيز. الوبل ديزيز بيجي ام سي كيو، مش كومن يجي للاندر جراديوت ككيس او كمساله يعني، تمام، ان هي تبقى صعبه شويه، انما جه في الماجستير وبيجي في الماجستير والايه والدكتوراه يعني في البوست جراديوت. بس لازم الاندر جراديوت يعرف ايه هو الوبل ديزيز، لانه نمره واحد ديفرنشال دايجنوزس للسيليك ديزيز او للمال ابزوربشن، نمره اثنين بيجي ام سي كيو. اقول لك ان الوبل ديزيز يساوي مالتي سيستم. يعني ايه مالتي سيستم؟ يعني ممكن تلاقي العيان عنده الانتستينال ديز اوردر، صح، الدايريا والاستاتوريا والابدومينال بين بس تلاقي مع العيان فيفر. ده لما نروح في نقول في الفيفر في الانفكشن في الفيفر وفي النون ايتيولوجي هقول لك الويبل ديزيز فيفر اوف انون اوريجين او ايه فيفر اوف انون ايتيولوجي. لا ده ممكن كمان مش يبقى معاه انتستينال وبس وفيفر بس، لا ده ممكن يبقى معاه ارثرايتس، ده ممكن يبقى معاه اندو او اندو مايوكاردايتس اندوكاردايتس تمام، وبيبقى معاه اي مانيفستيشن ذا فورم اوف ريد اي. عشان كده اول ما تلاقي عيان جاي لك بانتستينال مال ابزوربشن او مال ابزوربشن او انتستينال كونديشن ومعاه فيفر ارثرالجيا ليمفادينوباسي، ممكن تلاقي ليمف نود انلارجمنت، يو ماست كونسيدر ويبل ديزيز. ليه؟ انت مالتي سيستم ديز اوردر caused by gram the MCQ gram positive bacilli اسمها الايه true fireema whoopilli. يبقى ده multi system تمام commonly في الميل، ماشي، gram positive bacilli intestinal intestinal لو بيجي مع المال ابزوربشن عادي، وفي اكسترا انتستينال بس مش بقى اذر اسوشيتد ديزيزز، لا ده بيبقى معاه ارثرايتس حاجات نون سبيسيفيك. هناك قلنا دايابيتس ميليتس
autoimmune hepatitis. هناك قلنا الجوجرن سيندروم في ديزيز اقدر امسكه، انما هنا ارثرايتس، عندي فيفر، عندي ليمف نود، عندي انفكتيف او اندوكاردايتس، عندي ريت اي. دي اكسترا انتستاينال مانيفيستاشن او اسوشيشن مع الانتستاينال افكشن في العيان الويبل ديزيز، بس ما اقدرش اقول عليها ايه، احطها ارثرايتس لها كذا ديزيز. انما في السيلياك dermatitis herpetiformis is a disease. Type 1 diabetes is a disease. Autoimmune hepatitis is a disease. الفيفر، لا الفيفر دي manifestation. Lymph node enlargement لها كذا، لها كذا سبب. Endocarditis نفس الكلام. Red eye. Red eye دي common مع rheumatological disorder. الايريدوسايكلايتس او اليوفيايتس، تمام؟ فتلاقيها برضو مع الاكسترا intestinal manifestation في الايه؟ يعني لما يجي لي عيان جرام بانتستاين مانيفستيشن ومعاه ارثرايتس، فيفر، اندوكارديتس، ريد اي، لا ده انا هقول لك ممكن العيان كمان يجي معاه مينينجايتس، سي ان اس افكشن، يعني مفيش اورجن الا وبيبقى ايه؟ ما افكتد. طيب ماشي، خلينا بس واحده واحده. بس الكواساكي ما بقاش معاها انتستاينال، يعني مش كومن يبقى معاها ضيارية واستياتورية، تمام؟ هو سيستميك ديزيز. I must consider السيستميك، كل السيستميك ديزيز، بس بيبقى الايه؟ العيان بيبقى معاها انتستاينال مانيفستيشن ومعاها الاسوشيشن دي، وبروح بعمل للعيان الاندوسكوبي. اندوسكوب. ما هو ضيارية بقى، تمام؟ وكرونيك ضيارية، كرونيك ديزيز، بلاقي الايه؟ البيكتشر بتاعت البارشل او التوتال فيلس اتروفي، فانا لازم اخد بايوبسي. بفحص البايوبسي تحت الميكروسكوب وبحط عليها سبيسيفيك ستين اللي هي بي اي، دي سؤال ام اس كيو، بي اس اي اس ستين، يقول لك بوزيتيف. بوزيتيف البي بيريودك، مش لازم تحفظه الاختصار، بيريودك اسيد شاف ستين تبقى بوزيتيف. دي الستين دي بتجيب الاورجانيزم جوه الماكروفاج في السمول انتست، يبقى البي اس بوزيتيف انتستاينال بايوبسي بتجيب لك الباسيلاي جوه الماكروفاج في الايه؟ في السمول انتستين، يبقى ده يساوي ويبل ديزيز. ويبلز، ويبلز ديزيز، ويبل ديزيز. طيب في حاجه مور سنسيتيف عن البي اس ستين، دلوقتي بيعملوا بي سي ار، بي سي ار على على التيشو، تمام؟ فيعمل لي الايه؟ يشخص الايه؟ الويبلز ديزيز. نرجع تاني ده كرونيك مالتي سيستم، ضياريه، ابدومينال بين، انتستاينال مانيفستيشن يعني ومعاه سيستميك، فيفر، ليمف نود انلارجمنت، كاردياك مانيفستيشن، اي مانيفستيشن، سي ان اس مانيفستيشن، كون اوف ايه؟ مننجيتس او المننجو انكيفالايتس، تمام؟ والعيان عنده انتستاينال مانيفستيشن، تعمل اندوسكوب، تاخد بايوبسي، بي اي اس بوزيتيف، معناها ان الباسيلس الويبلز التروفايريما ويبلاي انسايد ذا ماكروفاج يساوي ويبلز ديزيز، يساوي ويبلز ديزيز. احنا قلنا التريتمنت بتاع التروبيكال سبرو تتراسايكلين، تتراسايكلين فور 6 مانس، انما هنا التريتمنت بتاع الويبل ديزيز لا فتره اطول 1 يير. بتحط فيها الايه اللي هو موجود في السوق باسم السبتريم، اللي هو الاسم العلمي تراي ميثوبريم سلفا ميثوكسازول، تراي اللي هو السبترين او السوتريم، تراي ميثوبريم سلفا ميثوكسازول 1 year
طيب البنسلين نمرة 2 second line penicillin مشكلة يعني وأهم حاجة long term treatment 1 year والإيه trimethoprim sulfa ميثوكسازول ده الفيرست لاين اوف تريتمنت يبقى الويبلز ويبلز ديزيز او تروفايريما ويبلاي جرام بوزيتيف باسيلس بوزيتيف يبقى جرام بوزيتيف باسيلاي على طول بي اي اس ستين بوزيتيف ده عبارة عن الباسيلس جوه الايه الماكروفيج يساوي ويبل ديزيز يساوي الايه الويبل ايه الويبل ديزيز يساوي الويبل ديزيز التروبيكال سبرو 6 مانس تتراسايكلين الويبل ديزيز 1 يير تراي ميسوبريم سلفا ميسوكسازول الام سي كيو اللي بيجي هنا صراحه الايه اسم الاورجانيزم تمام ما بتجيش كيس كتير بتيجي كبيره بوست جراد بس ممكن تيجي بي اس بوزيتيف بايوبسي بيساوي وبل خلاص ما هي ده المطلوب مننا نعرفه كاندر جراديويت اللي هو اسم الديزيز بيجي ازاي الاورجانيزم بنشوف الاورجانيزم ازاي بالبي اي ما ننساش دي بي اي اس ستين بيريوديك اسيد شيف بوزيتيف ده عباره عن الماكروفاج كونتيننج الباسيلس الماكروفاج containing bacillus في السمول انتستين صح طيب لو ما عرفتش لو دخلت في السمول انتستين مثلا او ما عرفتش ادخل بال لو اخذت لينف نود بايوبسي ممكن الاقي البي اي اس بوزيتيف يعني قال لو قال لك يعني لو علي معانا بالسؤال شويه وقال لك لازم انتستينال بايوبسي تقول له لا ممكن تيشو بايوبسي كومنلي بتبقى الايه اللينف نود كومنلي بتبقى الايه اللينف نود تمام بس التيبيكال ان احنا بناخد انتستينال بايوبسي او اني تيشو بايوبسي كان إيه لو هو العيان عنده ويبل ديزيز ممكن تظهر فيها البي اس طيب بس هو يوجوالي سمول باول بايوبسي وده اللي بيجي في الامتحان وده اللي بيتعمل اندوسكوبي تاخد بايوبسي تعمل العيان البي اس ستين تلاقيها بوزيتيف يبقى ده يساوي على طول ويبل ديزيز خد بالك العيان بيجي بانتستينال ومعاه سي ان اس هيدك المننجيتس معاه تاكيكارديا معاه فيفر معاه ارثرايتس لا ده في اوقات واوقات يجيب لك وصف مايجراتوري ارثرايتس زيها زي الايه الروماتيك فيفر مايجراتوري ارثرايتس بس خد بالك ان العيان بيبقى ايه عنده انتستينال سيمتومز مع الايه مع الاذر مع الاذر سيمتومز طيب ده احنا في الانفكتيف اندوكاردايتس في الكارديو هقول لك من الكوزز اوف كلتشر نيجاتيف اندوكاردايتس الويبلز ديزيز زي ما قلنا ان هو من الكوزز اوف فيفر اوف انون ايتيولوجي من الكوزز اوف كلتشر نيجاتيف اندوكاردايتس يعني عيان عنده انفكتيف عنده اندوكاردايتس وعملت بلاد كلتشر لقيتها ايه لقيتها نيجاتيف في اسباب للكالتشر نيجاتيف اندوكاردايتس منها الويبل ديزيز الويبل ايه الويبل ديزيز طيب يبقى احنا كده قلنا السيلياك نمره 1 و2 و3 و10 نمره 2 التروبيكال نمره 3 الويبل ديزيز نمره 4 البكتيريال اوفر جروث بكتيريال اوفر جروث لما ترجعوا للمحاضره اللي فاتت قلنا في حاجات بتعمل بروليفريشن للايه للبكتيريا جوه الايه جوه السمول انتستين اهم يعني حاجه فيها حاجتين الاستيزس الموتيليتي بتاعت السمول انتستين افكتد نمره 2 ال اتش سي ال لما بيقل اللي هو الهايبو كلورهيدريا لان احنا قلنا ال HCL ده عباره عن ناتشرال انتستينال انتيسيبتيك ناتشرال انتستينال انتيسيبتيك تمام الاستيزس لما تقل الموتيليتي بتاعت السمول انتستين زي عيانين السكليروديرما عيانين الهايبوثايرويد
عيانين الديابيتس ميليتس، سكليروديرما، هايبوثيرويد، عيانين الايه؟ الديابيتس ميليتس. طيب ايه تاني يخلي فيه ستيزس لو في اناتومي ابنورمال؟ اناتومي زي الدايفرتيكولي، لو في انتستينال دايفرتيكولي، ايوه هي الانتستينال، سمول انتستينال دايفرتيكولي، not common but may occur. لو في intestinal diverticulae للاناتوميكال ابنورماليتي هتعمل stasis جوه الدايفرتيكولي، يعمل لي bacterial overgrowth. يبقى الدايفرتيكولي والهايبوكلورهيدريا والستيزس في الموتيليتي زي السكليروديرما والهايبوثيرويد والدايابيتس. اخر حاجه الاميون ديفيشنسي، ممكن يعمل لي bacterial overgrowth، بكتيريا الايه؟ اوفر جروث. طيب الكلينيكال بيكتشر زي الكلينيكال بيكتشر بتاعت الايه؟ بتاعت المال ابزوربشن، هي نفس الايه؟ الكلينيكال كرونيك دايريا، تمام، وابدومينال بين وفلاتولنس وديستنشن والبوربريجماي اللي الاودبل انتستينال ساوند والفيتامين ديفيشنسي والمينرال ديفيشنسي، كله بيبقى ايه؟ بيبقى موجود. بس هنا في نقطه مهمه جدا عايزين ناخد بالنا منها، ان البكتيريا الاوفرجروث بيعمل لي دايريه، ماشي، عشان في ستيزس بكتيريا البروليفريشن تعمل تشتغل على الدايت او على الاكل اللي جوه، يديني انتستاين فلاتولنس وديستنشن ودايريه. انما البكتيريا الاوفرجروث هل ممكن يعمل لي ستياتوريا؟ واحنا قلنا الستياتوريا دي معناها ايه؟ فاتي دايريا. الله، يعني هل البكتيريا الاوفرجروث may affect fat absorption؟ ايوه. تعالى نرجع شويه للحصه اللي فاتت، قلنا ان الفات محتاج الايه؟ البايل سولت اند بايل اسيد، زي ما هو محتاج البانكرياتيك لايبيز. البايل سولت او البايل اسيد بتقسم الفات للفات ميسلز small fat particles، فبتزود السيرفيس اريا فور اكسبوجر باي بانكرياتيك انزيم بانكرياتيك لايبيز. تيجي بقى البكتيريا الاوفر جروس يعمل ايه للبايل سولت؟ يعمل دي كونجوجيشن، دي يعني يعمل ان اكتيفيشن، دي كونجوجيشن او ان اكتيفيشن للبايل سولت، ما يخليهاش تشتغل على الايه؟ فيعمل لك زي ما بيعمل دايريه، يعمل فاتي دايريه او اللي هي الاستياتوريا او الاستياتو ايه ريا. طيب خل بالك لما يبقى فيه فات مال ابزوربشن، دايما الاستياتوريا او الفات مال ابزوربشن بيبقى معاها كالسيوم مال ابزوربشن. ليه؟ لان الفات لما موجود في الانتستين بيمسك في الكالسيوم، يعمل لك واتس كولد كالسيوم سوب، وبينزل هم الاثنين ينزلوا في الاسطول، تمام. فدايما الاستياتوريا او الفات مال ابزوربشن هتلاقي معاها كالسيوم ايه؟ مال ابزوربشن. طيب البكتيريا الاوفر جروس الاندر جراديوت بيجي ام اس كيو، بوست جراديوت بتيجي كيس في امتحان، سواء الجنرال ميديسن او السب سبيشاليتي الجاسترو الجهاز الهضمي، يعني تيجي كيس. بيبقى مفتاح الكيس غير ان العيان عنده جنرال مانيفيستاشن اوف مال ابزوربشن والاستياتوريا، ما هي دي حاجات نون سبيسيفيك مع كل المال ابزوربشن، بس مفتاح الكيس في حاله البكتيريا الاوفر جروث اللي بيزيد الفوليك اسيد ليفل وبيقل البي 12، بيقل البي 12 خلاص مال ابزوربشن، ماشي، او البكتيريا بتكونسيوم البي 12، ماشي. انما ليه يزيد الفوليك اسيد؟ لان البكتيريا سيكريت فوليك اسيد، او الفوليك اسيد بيبقى برودوسد او سيكريتد باي انتريك بكتيريا. لما يبقى في بكتيريا الاوفر جروث بتاخد البي 12
زي ما بتاخد في وشها الايرن وبتاخد في وشها الكالسيوم وبتاخد ماشي، بس البكتيريا بتكونسيوم بي 12 جميل، وفي نفس الوقت بيحصل بي 12 مال ابزوربشن. طيب بس كمان البكتيريا بتعمل ايه؟ بتعمل برودكشن اوف انتريك برودكشن اوف فوليك اسيد، او الفوليك اسيد بيبقى برودوسد باي انتريك بكتيريا. عشان كده لو البكتيريا الاوفر جروس جي كيس بيبقى المفتاح بتاعها انكريز فوليك اسيد ليفل، بيبقى في بي 12 ديفيشنسي وفي انكريز فوليك اسيد. ليه؟ ويسالك ليه بيزيد الفوليك اسيد؟ لان الفوليك اسيد بيبقى سيكريتد باي انتستاينال بكتيريا او انتريك بكتيريا. طيب خلاص انا دلوقتي سسبكتد بكتيريا الاوفر جروث. ليه؟ لان انا عندي بوزيتيف هيستوري، هيستوري الدايابيتس، هيستوري السكليرودرما، هيستوري للعيانين الهايبر كالسيميا بيبقى عندهم كونستيبيشن، العيانين الدايابيتس بيبقى فيه، والسكليرودرما والهايبوثايرويد بيبقى فيه ديكريز ان ستايل موتيليتي، والعيان عنده كرونيك دايريا. يبقى انا ايه بتوقع عن ايه؟ ان العيان عنده بكتيريا الاوفرجروس. تمام، ايا كان الوضع فانا بدخل بالمنظار خلاص كرونيك دايريا يساوي اندوسكوبي، ده الموست امبورتنت لاين اوف اندوسكوبي زائد بايوبسي زائد بايوبسي. بس هنا انا سسبكتد انتستاينال ايه بكتيريال اوفر جروث او بروليفريشن، فبناخد حاجه اسمها سمول باول اسبايريت، تدخل جوه الجيجرم بالاندوسكوب وتاخد ايه شويه من الفلويد اللي موجود جوه وتعمل له كالتشر عشان تشوف الايه البكتيريا الاوفر جروث. لو طلعت الكالتشر اكتر من 10 اس 5 كولوني فورمينج يونت لكل ملي، او 10 اس 5 لكل ملي، او في بكتيريا الاوفر جروث في الكالتشر، ده دايجنوستيك للايه للبكتيريا الاوفر جروث. يبقى الجولد ستاندرد تيست از سمول باول اسبيريت اوف انتستاينال كونتنت زائد كلتشر. يبقى الجولد ستاندرد او الدياجنوستيك فور بكتيريال اوفر جروث اللي هو small intestinal أو small bowel aspirate of intestinal أو small intestinal content زائد culture. يقول لك الايه bacterial overgrowth. طيب انت عندك bacterial overgrowth أو suspect bacterial overgrowth، العيان مش عايز يعمل اندوسكوب، هل في less invasive test ممكن نعملها؟ ايوه، يبقى احنا قلنا نمره واحد الاندوسكوبي عشان اخد الايه الانتستاينال اسبيريت واعمله كلتشر. نمره اتنين في حاجه اسمها البريث تيست. خد بالك احنا قلنا اليوريا بريث تيست ده فين؟ في الاتش بايلوري، ما تلخبطش. اليوريا بريث تيست ده في الاتش بايلوري. هنا بقى هيبقى اسمها الايه الهيدروجين، ده بيجي ام سي كيو هيدروجين بريث تيست، وفي اتنين بريث تيست تاني بس اللي بيجي كتير الهيدروجين بريث تيست. الهيدروجين بريث تيست ده بيستخدم فين؟ في المال ابزوربشن. ما تنساش ان اليوريا بريز تيست بيستخدم فين؟ في الاتش بايلوري. اصلا ممكن تدخل امتحان شفوي ويقول لك ايه البريز تيست اللي تعرفه في الجي اي تي مثلا او في الميدسن، هتقول له نمره واحد اليوريا بريز تيست تو دايجنوز اتش بايلوري، نمره اثنين الهيدروجين بريز تيست تو دايجنوز مال ابزوربشن او لاكتوز انسفشنسي او لاكتوز مال ابزوربشن اللي هو لاكتوز اللاكتيز انسفشنسي اسف او اللاكتوز انتوليرنس. الهيدروجين بريث تيست مع المال ابزوربشن او اللاكتوز
انتولرنس لاكتيز انسفشنس. نمره واحد. ايه تاني؟ بريز تيست تعرفهم. في حاجه اسمها 14 سي جلايكوكوليك بريز تيست، تمام، او 14 سي راديو اكتيف كربون. احنا هناك قلنا الديزايلوز تيست في الكربوهيدرات مال ابزوربشن، هنا الديزايلوز، تمام، بس بدل ما بيبقى معاه راديو اكتيف كربون، راديو اكتيف كربون، فبيبقى 14 سي ديزايلوز، ديزايلوز بريف تيست. نفس اللي قلناه هناك، ان انت العيان بيشرب راديو اكتيف، هناك كان ديزايلوز عادي، هنا راديو اكتيف كارب ديزايلوز جلوكوز، بس ايه فيه ال 14 سي او الكربون 14، تمام. يدخل بقى العيان عنده بكتيريا الاوفر جروث، تشتغل عليها البكتيريا تطلع لك بي سي او 2، تطلع لك سي او 2، سي او 2 بس انت تشوفه في البريز راديو اكتيف، ايه راديو اكتيف كربون. نفس الكلام الجلايكوكوليك تيست، بس ده ليست كومن، يعني نضا ما بيتعملش زي الايه ديزايلوز. جلايكوكوليك تيست العيان ده عباره عن فاتي اسيد، المهم العيان يشرب الجلايكوكوليك راديو اكتيف، يشتغل عليه البكتيريا تطلع لك سي او 2 بس فيه ايه سي راديو اكتيف 14، فانت تشوفها في الايه في البريز، في الاكزهيلد، اكزهيلد بريز، تمام، يطلع لك الايه الراديو ليبلد كربون. يبقى الهيدروجين بريز تيست نمرة واحد، نمرة اثنين الديزايلوز 14 سي ديزايلوز او 14 سي ديزايلوز بريز تيست وال 14 سي جلايكوكوليك بريز تيست. الثلاثة دول بيستخدموا فين؟ في المال ابزوربشن. مال ابزوربشن افتكر اهم حاجة الهيدروجين بريز تيست والديزايلوز بريز تيست، والديزايلوز ايه؟ بريز تيست، تمام. نقول تاني البكتيريال اوفر جروث، نمره واحد اندوسكوبي عشان الايه الاسبيريت زائد الكالتشر، نمره اتنين بعد الاندوسكوبي البريز تيست هيدروجين بريز تيست والديزايلوز 14C breeze test. نمرة ثلاثة ده تيست كان بيتعمل زمان، يعني شرح لكم الهيماتولوجي السنة اللي فاتت في البي 12 deficiency، وهنشرحه تاني يعني ما يجيش على الهيماتولوجي. في حاجة اسمها شيلينج تيست، ده بطل يتعمل يعني. شيلينج تيست ده بيبقى abnormal في العيانين اللي عندهم بي 12 deficiency due to bacterial overgrowth. طيب بيقول لك الشيلينج تيست بيتحسن او بيبقى فيه نورمالايزد افتر انتيبيوتيك، يعني لما تدي العيان انتيبيوتيك، تمام، خلاص ضرب البكتيريا الاوفر جروث، فالايه الشيلينج تيست يتحسن. هنشرح الشيلينج تيست في الايه في الهيماتولوجي، لان ليه مش هنشرحه دلوقتي؟ ما بيتقالش، ما بيتعملش، ما فيش حاجه اسمها دلوقتي شيرنج تيست خالص، ان انت تدي العيان راديو اكتيف بي 12 عشان تشوف المال ابزوربشن، يشرب راديو اكتيف بي 12 بعد ما تدي العيان اي ام راديو اكتيف عشان تقفل كل مش عارف الساينس ومش عارف ايه، ده ما حدش بيعمله دلوقتي. احنا دلوقتي بندخل على البي 12 اساي وبنعمل حاجات ثانيه غير الايه غير الشيرنج تيست خالص، ما فيش حاجه اسمها شيرنج تيست، بس بنقوله في الامتحان لو اتسالنا فيه او لو جا في الريتن تكتب كده normalization of Schilling test after antibiotic treatment. after ايه؟ antibiotic. normalization of Schilling test after antibiotic. على اسوأ الظروف ممكن تيجي MCQ، بس Schilling test ده ما ايه محدش بيعمله خالص، تمام. طيب احنا قلنا بكتيريا الاوفرجروث بكتيريا يعني antibiotic، يبقى بدي العيان ايه انتيبيوتيك، بس ما تقولش كده، اقصد ما تقولش كلمه انتيبيوتيك وخلاص يعني.
تقول antibiotic نمرة واحد several weeks يعني long term، ممكن توصل معك من شهرين لثلاث شهور. نمرة اثنين broad spectrum ماشي. نمرة ثلاثة bitter non-absorbable. طيب نمرة أربعة absorbable، لو في حاجة هتدي حاجة absorbable يبقى تدي السيبروفلوكسسين أو المت زائد ناقص المترونيدازول. طيب البيتر نان ابزوربابل ده هنقوله تاني في العيانين اللي عندهم هيباتيك انكيفالوباسي، تمام، اللي هو اسمه الريفاكسيمين. يبقى لما تيجي لو اتسالت في البكتيريا الاوفر جروث في الشفوي ايه التريتمنت بتاعه، من راحت انتيبيوتيك سيفرال ويكس برود سبيكترم بيتر تو بي لوكالي اكتنج نان ابزوربابل زي الريفاكسيمين. هقول لك الريفاكسيمين بنستخدمه فين تاني، هتقول له في الهيباتيك انكفالوباسي كانتستينال انتيسيبتيك. نمره ثلاثة، طيب لو هتستخدم حاجه لو ما فيش ريفاكسيمين او العيان ما يقدرش يشتري ريفاكسيمين يبقى خلاص نستخدم الابزوربابل العاديه زي السيبروفلوكساسين مع المترو نيدازول. يبقى نمرة واحد الانتيبيوتيك treatment of bacterial overgrowth، نمرة واحد antibiotic، نمرة اثنين treatment of the cause، نمرة ثلاثة supportive يعني تدي العيان لو عنده deficiency في أي electrolytes أو أي vitamins أو أي mineral، تمام. يبقى treatment of the cause نعالج الدايابيتس، لو في diverticulosis نعمل لها surgery، تمام، نعالج الهايبوثايرويد يبقى antibiotic treatment of the cause supportive. وقت في treatment of the cause وانت بتعالج الهايبوثايرويد او بتعالج السكليروديرما، في ناس بتدي intestinal او حاجات تزود الايه الجات موتيليتي، drugs that improve gut motility زي الاريثروميسين. الاريثروميسين قلناه في العيانين اللي عندهم motility disorder في الاسوفاجس، ده نمره واحد. نمره اتنين قلناه في هنقوله في العيانين اللي عندهم autonomic neuropathy في الديابيتس، تمام. الاريثروميسين بيستيميليت الموتيلين ريسبتور في الجي اي تي، فبيزود الايه بيزود الانتستينال موتيليتي. يبقى انتي بايوتيك تريتمنت اوف ذا كوز، من التريتمنت اوف ذا كوز ان انت ممكن تزود الايه الانتستينال موتيليتي لحد ما يتحسن. مثلا عيان السكليروديرما ده محتاج وقت، عيان الدايابيتس ده محتاج وقت، عيان الهايبوثايرويد محتاج وقت، فانت بتدي حاجه تزود الجات موتيليتي، تمام، زي الاريثروميسين. الاريثروميسين بيشتغل على الموتيلين ريسبتورز في الجي اي تي، فبيزود الجات موتيليتي، فبيقلل الايه الترانزيت تايم، يقلل الايه الترانزيت تايم. طيب يبقى احنا كده خدنا الايه البكتيريا الاوفر جروث. ما تنساش البريزنج تيست. بريزنج تيست هو ميزته عن السمول باول اسبيريت ان هو ليس انفيزيف، ما بتدخلش بحاجه جوه وبتوصل لدايجنوزس. هيدروجين بريز تيست او ديزايروز 14 سي بريز تيست، 14 سي بريز ان بريز تيست. فاضل عنوانين في الكوزس اوف مال ابزوربشن. عنوان اسمه البايل اسيد دايريا او البايل اسيد مال ابزوربشن، واللاكتوز انتوليرانس او اللاكتيز انسفشنسي، تمام. طيب المفروض البايل اسيد ده لما بيطلع من الليفر ويمشي في البيليري تري ويوصل للتيرمينال ايليوم بيبقى ابزوربد في التيرمينال ايليوم، سايت اوف ابزوربشن. طيب لو في مشكله في التيرمينال ايليوم زي ريسكشن او
او ديزيز زي كرونز ديزيز او التي بي بيأفكت برضو التيرمينال ايه التيرمينال ايليم. التي بي يحب التيرمينال ايليم, كرونز ديزيز يحب التيرمينال ايليم, او انت عملت انتستاينال ريسكشن لاي سبب, وبالتالي هيحصل بايل اسيد مايل ابزوربشن, مش هيبقى ابزورب, يوصل للكولون هو اريتيتيف. البايل اسيد دي او البايل اريتيتيف للكولون, فستيمولييت الكولون تو سيكريت كلورايد اند ووتر, يعمل لنا ايه ووتري دايريا. تمام, يدينا ايه, يدينا بسبب السيكريشن اوف كلورايد اند ووتر ووتري, او اللي هي السيكريتوري دايريا. جميل, يبقى البايل سولت او البايل اسيد ما تبقاش ابزوربت في التيرمينال ايليم, توصل للكولون تعمل اريتيشن للكولون, فتعمل ايه, تعمل سيكريشن, الكولون يعمل سيكريشن للكلورايد يعني لا ده من الكوزس اوف دايريا او من الكوزس اوف كرونيك دايريا, البايل اسيد مال ابزوربشن, او الكوزس اوف مال ابزوربشن ان الايه, ان البايل اسيد ما بيبقاش ابزوربد, بيعمل اللي احنا بنقول عليه نمره واحد يعمل لك الدايريا. تمام, نمره اتنين يعمل دايريا اللي هي السكريتوري دايريا او ووتري دايريا. تمام, وممكن احنا قلنا من شويه ان البايل نيدد للابزوربشن اوف ايه, اوف فات, فلما بقاش فيه بايل اسيد هيبقى فيه ستاتوريا, مفيش نو ابزوربشن اوف فات. يعني ممكن البايل اسيد مال ابزوربشن يجي لي بدايريا عادي, دايريا اللي هي السكريتوري دايريا او الووتري دايريا, او يجي لي بايه, بستاتوريا اللي هي الفاتي اسيد دايريا. قال لك الكلورايد والووتر سيكريشن او الووتري دايريا او السكريتوري دايريا في البايل اسيد مال ابزوربشن لما يبقى فيه سمول بارت اوف ذا سمول اوف ذا سمول انتستين is affected, اللي هو بيتقال عليها limited intestinal affection, يعني جزء من الترمينال ايليم بس هو اللي ايه affected resected او diseased. انما لما يبقى فيه extensive ileal disease يديني بقى الايه الاستاتورية. يعني نقول البايل اسيد لما تبقى فيه مشكلة في البايل أسيد أبزوربشن, لو البايل أسيد مال أبزوربشن, يديني حاجة من اتنين, ووتري دايريا أو سيكريتوري دايريا, دايريا ده بيبقى فين, في الليميتد سمول انتستينال أفكشن أو الليميتد إيليال أفكشن. طيب في الإكستنسيف إيليال أفكشن, تمام تمام بيعمل لي فاتي دايري. طيب تعالوا ناخدها بالعقل كده, اكستنسيف ايليال افكشن يعني البايل اهو, البايل اسيد ماشيه في السمول انتست, المفروض تيجي عند التيرمينال البايل اسيد اهي ماشيه في السمول انتست, تيجي عند التيرمينال ايليم وتبقى ابزوربت, صح؟ لا مفيش ابزوربشن, فخلاص تنزل في الايه, في الاستول. ده ايه علاقته بالفات, ده ايه علاقته بالفاتي, الفات مال ابزوربشن. ما خد بالك الليفر بيصنع البايل والبايل سولت والبايل اسيد, فلما يبقى فيه اكستنسيف لوس اوف بايل in stool, the liver can't compensate for the huge amount of lost bile, وبالتالي ما يحصلش الايه fat digestion في الايه في the small intestine. طيب الجزء اللي ما يبقى فيه limited او small
part of the terminal ileum is affected, the liver can compensate. عشان كده لما يبقى في limited intestinal affection والليفر كان كومبنسيت خلاص هيديني amount تقريبا قصاد او اكتر شويه من اللوست في الستول فبيعمل فات absorption مفيش مشكله فات digestion and absorption. يبقى لما يبقى في limited part of small intestine is affected او limited part of terminal ileum is affected تمام هيديني بس secretory diarrhea ويزود فاتي diarrhea. ليه؟ لان الليفر كان كومبنسيت تمام فبيدي تقريبا نفس الاماونت اللي بتبقى لوست بيطلعها الليفر تدخل في السمول انتستين تعمل ايه digestion and absorption and help absorption of fat. جميل. انما لما يبقى في extensive terminal ileal affection الليفر can't compensate for the lost bile in stool تمام فبيحصل فات الفات يبقى not digested وبالتالي بيحصل فات malabsorption فبيحصل لي فاتي دايريا فاتي دايريا او الاستياتوريا يعني البايل اسيد ماي ابزوربشن بيديني دايريا سكريتوري دايريا او ووتري دايريا عادي بس في الليميتد انتستينال افكشن او يديني بيكتشر اوف مال ابزوربشن اللي احنا عارفينها اللي هي الاستياتوريا ده في الاكستنسيف ايليال افكشن وكله بيعتمد على الايه؟ على الكومبنسيشن فروم ذا ليفر لو في جود كومبنسيشن ده بيحصل في المايلد افكشن فمفيش فاتي دايريا انما لما يبقى في نو كومبنسيشن فروم ذا ليفر يديني على طول الايه الفاتي دايريا او الفات مال ابزوربشن التريتمنت نمره واحد تريتمنت اوف ذا كوز لو في ديزيز خلاص يعني اعمل له ايه تريتمنت نمره اثنين امسك الايه امسك الفات بالكولستيرامين اسف امسك البايل بالكولستيرامين تمام نمره اثنين اقلل الفات ان دايت يبقى ادي كولستيرامين عشان يمسك لي البايل اسيد نمره اثنين وما يعمليش السكريتوري دايريا نمره اثنين اقلل الفات ان دايت عشان ما يعمليش الايه الفاتي دايريا تمام اخر حاجه تيجي ام سي كيو حد عايز يسال سؤال ايوه ممكن يتحط مع الفيزيكال دامج في الانتستاينال وول لا ده بيتحط مع الليومن لما نرجع لليومن قلنا ال HCL قلنا البانكرياتيك لايبيز وقلنا البايل ده بيرجع مع الايه مع الليومن البانكرياتيك لايبيز وقلنا الايه وقلنا البايل تقصد حضرتك تقصدي انه يتحط فين في التقسيمه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت لا يتحط في الايه احنا قلنا البايل اسيد ديفيشنسي لما قلنا في اوبستراكتيف جوندس تمام بيأفكت الفات مال ابزوربشن او الفات دايجيشن مال ابزوربشن فهنا البايل اسيد لما بقاش بيبقى لوست في الستول هي بالظبط اكنه ايه نوت سكريتد من الليفر او من البيلياري تري انا قلت ليه البايل اسيد مال ابزوربشن لان بيجي لك سؤال يقول لك الكوليستيرامين acts by bile acid binds bile acid يبقى used فين في الايه في bile acid diarrhea في bile acid ايه diarrhea او bile acid mal absorption دي الحته دي الخلاصه بتاعت الايه الرغي اللي انا قلته من شويه لو extensive وليميتد والليميتد يبقى معاه secretory والاكستنسيف معاه فات diarrhea كل ده عشان في سؤال ام سي كيو بيجي الكوليستيرامين الكوليستيرامين هنقوله في الليفر ديزيز في البرايمري بيلياري سيروزس والبرايمري سكلروزنج كولانجايتس وقلناه هنا في الايه في البايل اسيد مال ابزوربشن قلناه في البايل اسيد مال ابزوربشن تمام اخر حاجه وهناخد بريك بعدها خمس دقائق بعد كده نرجع نحل كام سؤال اللي هي اللاكتوز انتولرنس او اللاكتيز انسفشنسي بيحصل دي كلنا يعني عارفين اللاكتوز انتولرنس لاكتوز انسفشنسي ده ديزيز مال ابزوربتيف بيبقى اللاكتوز ده موجود على البراش بوردر لاكتيز انزيم موجود على البراش بوردر تمام بيبقى اللاكتوز شوجر لو ما فيش اللاكتيز انزيم فبيعمل ايه ما يبقاش دايجستد فبيبقى اكتد اب اون باي بكتيريا
يعمل فيرمنتيشن يديك الايه يبقى فيرمنتد يديك الانتستينال سيمتومز ابدومينال بين بلوتينج فلاتولنس دايريا تمام بعد ما الواحد ياكل حاجه فيها ايه فيها لاكتوز نعرف بس ان اللاكتوز انتولرنس بيحصل بسبب اللاكتيز انسفشنسي واللاكتيز ده براش بوردر انزيم براش بوردر انزيم الديفيشنسي ممكن بيبقى كونجينيتال ماشي في العيله انا كلنا نعرف ان في عائلات عندها اللاكتيز انزيم ديفيشنسي او سكندري لاني انتستينال انجري يعني عيان السيلياك ديزيز ممكن يبقى معاه لاكتوز انتولرنس ايوه ان السيلياك ديزيز ده ميوكوزال ديزيز واللاكتيز انزيم ده ميوكوزال انزيم فبيبقى في سكندري كوزس of lactose intolerance او secondary causes of lactase insufficiency اللي هي celiac disease اي disease affects small intestine celiac disease الانفلاماتوري باول زي الكرونز سبيشال كرونز الجيارديا احنا قلنا الجيارديا دي من الايه الحاجات اللي تعمل لك partial او total villus atrophy فبتأفكت الميوكوزا تعمل كمان ايه secondary لاكتوز انتولرنس يعني اي حاجه تافكت الميوكوزا براش بوردر تمام هتعمل لي الايه سكندري لاكتيز انزيم ديفيشنسي او سكندري لاكتوز انتولرنس تمام طيب الدايجنوزس البيست دايجنوزس بس عيب ان هو غالي ان انا اشوف اللاكتيز انزيم في الانتستينال بايوبسي ادخل انتستينال بايوبسي واسس اللاكتيز انزيم في الايه في البايوبسي بس ده ايه غالي وما بيتعملش فبيتعمل مكانه الايه احنا قلنا من شويه الهيدروجين بريز تيست اللاكتوز هيدروجين بريز تيست تمام اللاكتوز هيدروجين بريز تيست قلنا من شويه ان هو بايه بيدياجنوز ال اللاكتوز انسفشنسي تمام وبيدياجنوز البكتيريال اوفر جروث لان لما بيحصل لاكتوز انسفشنسي بيشتغل عليها الايه اللاكتيز انسفشنسي ولاكتوز مال ابزوربشن تشتغل البكتيريا يديني بكتيريا اوفرجروس التريتمنت افويد نمره واحد نمره اثنين ريبليسمنت اوف ديفيشنت اي ديفيشنت انزيم يبقى افويد لاكتوز او ريبليسمنت اوف ديفيشنت اي انزيم جميل نريح خمس دقائق ونرجع تاني نحل الايه نحل الاسئله بامر الله نكمل بسم الله شباب انتوا معايا طيب تمام طيب all of the following endocrine disorders are associated with malabsorption except رأيكوا ايه طيب بي ولا سي هو المال ابزوربشن يعني الموست كومن فيتشر اوف مال ابزوربشن اللي هي الايه الدايريا او الايه او الستاتوريا تمام الهايبر باراثايرويديزم يعمل لنا هايبر كالسيميا هايبر باراثايروديزم يعمل لنا هايبر كالسيميا هايبر كالسيميا تعمل لنا كونستيبيشن مفيش دايريا بالعكس الادرينال انسفشنسي اللي هو اسمه الاديسون ديزيز ممكن يجي بابدومينال بين ممكن يجي بوميتنج ممكن يجي بدايرية تمام مش هايبر ثايروديزم هي هايبر بارا ثايروديزم عشان كده ناخد بالنا في الامتحان واحنا بنحل هايبر بارا ثايروديزم تعمل لنا الايه تدينا كونستيبيشن ما بتعملش دايرية طيب
نروح للسؤال اللي بعده. Malabsorption may produce all the following except. Malabsorption may produce all the following except. ايه الحاجة الغلط اللي ما بتحصلش مع المال ابزوربشن؟ الدي. طيب تعال نقول الدي ولا البي؟ يعني الاكلورهيدريا causes malabsorption ولا الاكلورهيدرا a complication of malabsorption؟ ايوه الاكلورهيدريا cause malabsorption. يبقى المالابسوربشن لو انا عايز اختار يعني عايز اقول اختار الاكلورهيدريا اقول may be caused by اكلورهيدريا. تمام يبقى الاكلورهيدريا لو ال HCl القليل يعمل مالابسوربشن، انما المالابسوربشن ما يعملش اكلورهيدريا. حلو. المال ابزوربشن ممكن يعمل الكيلوزس اللي هو الفيشرنج والبينفول فيشرنج اوف ذا انجلز اوف ذا ماوس، يعمل البريفرال نيوروباثي. في السيفير كونديشن ممكن يعمل الايه اللي ما بيحصل لوس اوف او سيفير مال نيوتريشن، ممكن يعمل لوس اوف ليبيد، انما ما يعملش اكلورهيدريا. المال ابزوربشن ماي بروديوس، لا ما بيعملش الاكلورهيدريا. اكلورهيدريا كوزس مال ابزوربشن. تمام. طيب في الامتحان لو جالنا سؤال زي ده في الامتحان انا حددت اتنين، دايما ما اختارش واحد. احنا قلنا دايما نعمل اكسكلوجن، دي صح ودي صح. هو عايز الغلط، يبقى انا فاضل لي اتنين وافاضل ما بين الايه ما بين الاتنين. جميل. ما اروحش الوان تشويس، لا لازم يبقى معايا مفاضله ما بين ايه ما بين الاختيارات. جميل. زي السؤال اللي فات ده، السؤال اللي فات احنا اخترنا الهايبر، انتوا ما اخترتوش الهايبر الهايبر باراثايرويديزم عشان قريتوها هايبر ثايرويديزم، فاحنا ناخد بالنا من الايه من السؤال بس. طيب السؤال اللي بعده، النورمال فيكال فات از ديفايند از. فاكرين لما قلنا المحاضره اللي فاتت في ان الفيكال فات تمام ايه دايما اقل من 6 جرام، دايما اقل من ايه من 6 جرام. جميل ماشي. طيب السؤال اللي بعده، tropical sprue may be associated with all except malabsorption, patchy lesion, partial villus atrophy is more common than subtotal villus atrophy, treatment is done by intestinal resection. ايه الغلط اللي موجود؟ يلا التريتمنت اوف تروبيكال سبرو، هل هو سيرجيكال ولا احنا قلنا بس ميديكال؟ مش احنا قلنا تروبيكال سبرو بياخد تترا سايكلين 6 مانس، جبناه سيرت السيرجري خالص. تمام. ما جبناش سيرة السيرجري، فالغلط السيرجري، ما فيش انتستاينال ريسكشن، ما فيش سيرجري في عيان باتشي ليجن. يعني ممكن يبقى واخد ايه اريا ونورمال اريا، اريا افكتد اريا نورمال، مش لازم يبقى كل الايه كل السمول انتستين. يعني ممكن يبقى واخد الديودينم بس، ممكن واخد الايه الجيجنم بس. تمام. فهو باتشي. تمام. او في السيفير كونديشن ممكن زي ما قلنا في السيليك يبقى بان انتستاينال هول. تمام. بس البان انتستاينال دي اكتر مع الايه مع الـ مع السيليك ديزيز. سواء بارشل او توتال او سب توتال. تمام. التريتمنت
intestinal resection be completely wrong. And the treatment بتاع العيانين دول بالإيه؟ بالميديكال antibiotic for long time. طيب lactose intolerance. Lactose intolerance. تمام؟ معلش يا شباب ثانية واحدة وأرجع لكم تاني. نرجع تاني يا شباب. تمام تمام. يبقى اللاكتوز انتولرنس with lactase and maybe present in all except الاميبيزس. الاميبيز ملاش علاقة بالسمول انتستين خالص. الاميبيزس ده عبارة عن لارج انتستينال ديزيز, وده هناخده في الايه في الديفرنشال دايجنوزس للديزنتري. ده عبارة عن ايه؟ كولونيك ديز اوردر. كولونيك ايه؟ ديز اوردر. جميل. طيب السؤال اللي بعده. The most specific treatment in celiac disease or celiac pro is gluten free diet. جميل. طيب السؤال اللي بعده. A patient with severe malabsorptive having fever, hepatosplenomegaly, lymphadenopathy, sacroiliitis, with skin pigmentation, is probably suffering from. If a patient severe malabsorption with Whipple's disease. تمام. A. Whipple's disease. احنا قلنا عيان معاه ديارية ومعاه الإكسترا intestinal manifestation. Extra intestinal manifestation. Diarrhea و extra intestinal manifestation. Extra intestinal عندك arthritis, عندك lymph node, وفي fever. ما قلناش ال spleen والhepatosplenomegaly, وفي skin pigmentation. ما فيش مشكلة سواء hyper أو hypo. المهم الويبل عبارة عن malabsorption ومعه extra intestinal affection. طيب تعالوا أسئلة بتيجي short essay. What tests are done in work up of malabsorption؟ ما ننساش حاجات للكربوهيدرات وحاجات للفات وحاجات للبروتين زائد specific according to the etiology. According to the work up of malabsorption. تمام دي الحاجات اللي ايه malabsorption. طيب دي specific للmalabsorption. في حاجات بقى البيزك اللي هي السي بي سي والاي اس ار والسي ار بي. سي بي سي قلنا لو العيان بي 12 او فوليك اسيد ماكروسيتك, ايرن مايكروسيتك, او ممكن العيان يبقى ايه نورمال سي بي سي. اي اس ار والسي ار بي بيعلوا مع اي انفلاماتوري او انفكشوس كونديشن. يبقى اللاب تيست ضن يبقى ما تنساش ما تقوليش بس حاجه السيلياك او حاجه البكتيريا اوفر جروس, لا تقول لي الكربوهيدرات الفات والبروتين, بعدين سبيسيفيك تقول للسيليك, تقول للويبل, تقول للبكتيريال. تمام. طيب الاكسترا انتستينال مانيفيستاشن اوف سيليك ديزيز نمره واحد السكن الدرماتيتس, بعد كده الايه تايب 1 دايابيتس, السيستميك لوبس, الاوتوميون ثايرويدايتس, الاوتوميون هايبوسبرينيزم. تمام. هاو دو دايجنوز سيليك ديزيز؟ قلنا سيرولوجي, قلنا اندوسكوبي. What is the clinical presentation of Whipple disease? المسألة اللي فاتت. Intestinal و extra intestinal. تمام؟ دي الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات وبتيجي على المسائل. طيب ناخد مسألة ونشوف الامتحانات اللي جت عليها أو الأسئلة اللي جت عليها. عيان 26 سنة جايب ديارية for 6 years. Chronic ديارية يساوي malabsorption. 4-5 large volume stools daily which are frothy, greasy and full smell contain frothy و greasy. دي تلفت نظرك للايه؟ للاستياتورية. احنا كده بنكمل الصورة بتاعت malabsorption. Contain undigested food, no visible blood or pus. He complains postprandial bloated
abdomen يعني العيان عنده abdominal distension. ايه اللي هي فين؟ المسألة مش ظاهرة قدامكم؟ المسألة ظاهرة ولا؟ تمام. bloated abdomen ده ماشي مع الايه؟ مع ال طيب تمام. bloated abdomen abdominal distension generalized weakness خلاص ده كل ده من الايه الجنرال مانيفيستاشن وفي الانتستينال اهو انساي مانيفيستاشن الكرونيك دايري اكزامينشن اندر ويت بيل معناها ان هو انيميك انجولار ستوماتايتس معناها انه اللي فيه ايرن اند فيتامين بي 12 فيتامين بي ديفيشنسي هايبوتنسيف لوس اوف فلويد تاكيكارديا بسبب الايه اللوس اوف فلويد انفستيجيشن هيموجلوبين 7 انيميك توتال بروتين 6 تمام هو الجلوبيلين 3 و3 الالبومين 3 النورمال البومين 3 ونص فالالبومين قليل التوتال بروتين قليل الكالسيوم 7 ونص المفروض ما يقلش عن 8 ونص في الامتحان ما تحفظش ارقام يعني الامتحان ما تدخلش حافظ ارقام الارقام دي هيجي لك النورمال بين قوسين نورمال كذا تمام الترا ساوند قال لك كلونيك ديستنشن مساله ما ادكش فيها حاجه سبيسيفيك لاني سبيسيفيك باثولوجي ما قالش حاجه تقول ان هو سيلياك ما قالش حاجه تقول ان هو تروبيكال سبرو ولا قال حاجه تقول ان هو ويبل عيان جاي بجنرال مانيفيستاشن اوف مال ابزوربشن شوف الاسئله اللي جت في الامتحان عليه اسئله عامه واتس يور ديفرنشال دايجنوزس اللي هو الايه الكوزس اوف مال ابزوربشن لحاجات في اليومن حاجات في الول حاجات في الليمفاتيك حاجات سيستميك حاجات دراجز What's further investigation? اللي هو البيزك to diagnose malabsorption to diagnose a specific cause malabsorption carbohydrate fat protein specific celiac الويبل bacterial overgrowth ماشي how to treat this patient في حاجات general non specific اللي هو supplement example iron أو ال B12 أو الفوليت و treatment of the cause كل ده لو المسألة دي جت يبقى هو فتح عنوان اسمه المال أبزوربشن يعني أكنه بالضبط قال لك give an account on مال أبزوربشن سيندروم enumerate three systemic diseases causing chronic diarrhea قلنا الثيرويد سواء كان هايبو أو هايبر وقلنا الديابيتس ميليتس وقلنا السكليروديرما وقلنا الهارت فيلير والكونستركتيف بيريكاردايتس عشان بيعمل congestion للانتستينال ايه ميكوزا يبقى هنا المسألة دي جت على المال absorption العشر وخمستاشر ورقة بتوع الايه المال absorption او التلات اربع ورقات لو انت بتذاكر من ايه من كريم كامل بتوع الايه المال absorption بس تبقى انت عارف بس الاتيولوجي الابروتش او الانفستيجيشن والايه وال والادرينال انسفشنسي مش الاكيوت الاكيوت يعني الدايريا انما الادرينال انسفشنسي ممكن تدي مال ابزوربشن بس نوت كومن ممكن تدي مال ابزوربشن كرونيك دايريا يعني بس ايه نوت كومن طيب ندخل على السؤال اللي بعده دي مسألة MCQ عيان 34 سنة جايب recurrent painful mouse ulcer وراش at the angle of the mouth he also described 3 months history of pale stool intermittent upper abdominal pain on examination pale and thin multiple round grayish ulcers في oral cavity hemoglobin 10 و 2 الانيميك يعني الوايت بلاد سيل نورمال البليتليت نورمال المين كورباسكولار فوليوم اللي هو الام سي في 78 قليل شويه تمام الريد سيل ديستريبيوشن ويتس ريزد عالي الفوليت لو 1.7 وهو النورمال 2 البي 12 لو What is the most appropriate next step in the management of this patient? عيان 34 سنة جاي recurrent painful mouth ulcer.
تمام وعنده الانجلر استوماتايتس اي اشمعنى اي هي اي صح انت ايه الدايجنوزس اللي قلتيه عشان خاطر تختاري اي مال ابزوربشن احسن حاجه في المال ابزوربشن الاندوسكوبي يوز بايوبسي طيب لو قلت لك حطي سبيسيفيك دايجنوزس تحطي ايه عيان عنده مال ابزوربشن وجايب انيميا مايكروسيتيك هايبوكروميك ومعاها الفوليت ولا جدع سيلياك ديزيز نمره واحد موست كومن نمره اثنين ما تنسوش ان احنا قلنا من شويه ان هو بيبقى بعهتان انتستاينال افكشن وده اللي واضح عندي الايرن والفوليت وده الكومن مع السيلياك ليه لانه بيأفكت الابر بارت اوف سمول انتستين وده السايت اوف ابزوربشن اوف ايرن اند فوليك اسيد تمام انما لما كمان يوصل للبي 12 ده معناه انه وصل للايه للايليوم وده السايت اوف ابزوربشن اوف بي 12 سبيشالي تيرمينال ايليوم تمام يبقى لما الاقي بان انتستينال افكشن افكر في سيلياك الموست كومن انتستين الموست كومن او موست سبيسيفيك انفستيجيشن ابر جي اي يوز بايوبسي زودوا على الكلينيكال مانيفيستاشن اوف سيلياك ديزيز associated mouth ulcer من ال causes of mouth ulcer celiac disease celiac disease معاها ايه بيبقى معاه associated mouth ulcer بيبقى معاه associated mouth ulcer جميل ده حل الايه المساله دي يبقى احنا المفتاح بتاع المساله ان هو بان انتستينال ما ننساش مايكروسيتيك هايبو ايه هايبوكروميك في مايكروسيتيك هايبوكروميك مايكروسيتيك هايبوكروميك جميل طيب ناخد المساله اللي بعدها ده اختصار الايه المال ابزوربشن ده اختصار الايه المال ابزوربشن عباره عن انبوت تمام المفروض الطبيعي ان يحصل ابزوربشن وبعدين يطلع لي اوتبوت لا المال ابزوربشن في انبوت مفيش ابزوربشن ليه اما ديو تو اليومينال كوز او حاجه في الوول اللي هي الميكوزل او حاجه في الليمفاتكس اللي بتسحب نتيجه الدايجيشن والابزوربشن او حاجه سيستميك او حاجه دروجز تمام ده اختصار ده الديفينيشن اوف مال ابزوربشن عباره عن الانبوت وزاوت ايه وزاوت ابزوربشن طيب تعالوا نشوف الصوره اللي بعدها ده الديرماتايتس هيربيتيفورمز على الاكستنسور اسبكت اهو على القلبه ويبقى فيه فيزيكولر وفي بابيولر واكستنسيف اتشي في اكستنسيف اتشي صح ماوس ألسر ماوس بس لما تلاقي ماوس ألسر مع المال ابزوربشن بفكر في السيلياك تمام وهفكر في الانفلاماتوري باول ديزيز سبيشالي كرونز ديزيز ده هقول لك على حاجه ماوس ألسر نون سبيسيفيك بس لما تلاقي ماوس ألسر مع مال ابزوربشن وايرن ديفيشنسي يبقى فكر في السيليك تمام الماوس ألسر بير سي نون سبيسيفيك ممكن تبقى تروماتيك ممكن حاجه اللي هي نون سبيسيفيك افتس ألسر تمام انما لما نلاقي ماوس ألسر مال ابزوربشن ايرن ديفيشنسي او فوليت او بان انتستينال افكشن ما افكر في السيليك تمام طيب الصوره اللي قدامنا دي الايه الديرماتايتس هيربيتيفورمز الديرماتايتس هيربيتيفورمز فيزيكولر او بابيولر او الاثنين مع بعض وفي الاكستنسور في القلبه اهو ولو اخذنا بايوبسي ادينا اي جي اي ديبوزيشن
IgA deposition. جميل. ندخل على الصورة اللي بعدها. ده normal intestinal mucosa. Normal intestinal mucosa. ده الفيلاي وفيها المايكرو فيلاي ودي الكريبت. طيب نروح بقى نشوف الابنورمال. تمام، انت ما عندكش هنا ايه، ما عندكش هنا مايك ليفل لاي ولا مايكرو فيلاي، كله بقى ايه، كله بقى اتروفيد، مفيش. وبص الكريبت زادت، كريبت هايبر بليزيا، والخلايا الزرقاء دي لينفوسايتس، حاجات الزرقاء الصغيره دي لينفوسايتس. يبقى انت عندك اتروفي، كريبت هايبر بليزيا، وانفلتريشن بالايه، اللينفوسايتس، ليميتد للايه، لللامينا، اللامينا بروبريا. جميل. يبقى ده ال كده خلصنا الايه، السمول انتستاينال ديزوردر، المال ابزوربشن، المال ايه، المال ابزوربشن. طيب وحلينا عليهم كام سؤال، دي تقريبا الاسئله اللي بتيجي في الامتحان، ودي الاسئله اللي احنا بنتعرض لها في الشغل على طول، الانفستيجيشن، الجنرال لاين اوف تريتمنت، السبيسيفيك، ايه الحاجات السبيسيفيك لكل ايه، لكل ديزوردر. في حد عايز يسال اي سؤال؟ اي سؤال يا شباب؟ طيب على العموم انا بصفه عامه انا بجمع الاسئله اللي بتسالوها وعشان اقولها في الحصه بتاعت المراجعه، تمام، ونراجع البرانش في صوره حل مسائل، نجيب الايه، الامتحانات اللي جت قبل كده واسئله ام سي كيو زي ما احنا بنحل، بس تبقى ايه، بس تبقى اكتر شويه. جميل. فانتوا لو افتكرتوا اي سؤال ولا حاجه ابعتوها على الواتس او على التليجرام، وانا بجمعهم كلهم وهنجاوبهم كلهم مره واحده عشان الكل بامر الله يستفيد. طيب النهارده السبت نتقابل الثلاث بامر الله في نفس الميعاد ان شاء الله باذن الله.